السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم متابعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج أكثر. كما لا يفوتني أن أرحب بكل من يتابعنا ويتفاعل معنا عبر البث المباشر للحلقة الموجود في هذه اللحظات على الفيسبوك. طرح رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري في مؤتمر صحفي أمس الاثنين بطرابلس، طرح مبادرة تتكون من 5 مسارات أو نقاط، وقال إنها تقدم حلولا عملية لحل الأزمة الليبية. أثارت المبادرة الكثير من التساؤلات، أولا عن جدواها، ثانيا عن توقيتها، ثالثا عن دلالات أن يقدمها المشري بشكل فردي وبمعزل عن باقي أعضاء مجلس الدولة. التقرير التالي يستعرض المزيد. بعد عرقلته لكل الجهود السياسية التي كان من الممكن أن تفضي إلى إيجاد حل للأزمة السياسية، يخرج علينا رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري بما أسماه مبادرة لحل الأزمة الليبية، تحتوي على عدد من البنود الدستورية والسياسية والأمنية وغيرها. المشري الذي طالما تغزل بمشروع الدستور ونيته التصويت عليه بنعم دون أن يقرأه، يخرج علينا اليوم بمبادرة اعتماد الباب الثالث منه كقاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والتشريعية. مقدم المبادرة قال إنه راعى في مبادرته روح التوافق بين مجلسي النواب والدولة دون أن يخبرنا بدلائل هذا التوافق وأي مجلس نواب يقصد، لا سيما اعترافه بما يعرف بمجلس النواب الموازي في طرابلس. وبعيدا عن العديد من الحجج والبراهين التي تظهر بوضوح عدم دستورية مجلس الدولة والاتفاق السياسي ومخرجاته، وبعيدا أيضا عن تعمده المساواة بين مجلسه الاستشاري ومجلس النواب والوقت المهدور بسبب رفض مجلس الدولة الاستشاري لقرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014 بشأن انتخاب رئيس الدولة المؤقت عن طريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين، وعرقلته لقرارات مجلس النواب حول إعادة تشكيل المجلس الرئاسي برئيس ونائبين، ورفضه لقرار مجلس النواب المتعلق باعتماد قانون الاستفتاء على مشروع الدستور. بعيدا عن كل ذلك، فإن المبادرة احتوت على استفزاز كبير للليبيين ببقاء كل الأجسام الحالية لأكثر من عام، متجاهلا كل ما سببته لهم من معاناة، كما احتوت على عدد من التناقضات، ومنها قوله إن الظروف الحالية تمنع الاستفتاء على مشروع الدستور، فكيف تسمح بالانتخابات الرئاسية والتشريعية؟ كما استندت المبادرة إلى الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي، وهي الترتيبات التي لم تنفذ بالمطلق بشهادة الأمم المتحدة، والتي بغيابها تحولت العاصمة إلى حكم الميليشيات والفوضى والفساد المالي. كما أن تناقض المبادرة يطل برأسه من خلال المسار الأمني أيضا، ففي حين يتحدث عن قوات حكومة الوفاق في إحدى الفقرات، يأتي في فقرة أخرى ويتحدث عن استيعاب عناصر التشكيلات المسلحة في الأجهزة الأمنية والعسكرية. إذن لمن تتبع هذه التشكيلات؟ وأين هي الترتيبات الأمنية التي استند عليها المشري في المسار الأمني؟ مبادرة قدمها المشري على أنها مبادرة شخصية وليست باسم مجلس الدولة الاستشاري، تفتقر إلى أي رؤية عملية أو آليات للتنفيذ، ويبدو أنها تسابق الوقت مع الفشل الميداني للمجموعات المسلحة أمام تقدم القوات المسلحة، واستباقا للتحرك السياسي الحثيث للمجتمع الدولي واجتماعات برلين المرتقبة. حول هذا الموضوع في الحقيقة لدينا مجموعة من الضيوف، نبدأ بعضو مجلس النواب الهادي الصغير. سيد الهادي، أهلا بك في برنامج أكثر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد هادي الصغير، أولا ما قولكم فيما طرحه رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، وهل يمكن اعتبار ما طرحه مبادرة بالنسبة لكم؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله مرة أخرى، ووجه التحية لشخصكم الكريم ولقناتكم ولمتتبعي هذه القناة ولضيوفك الكرام. شكرا لك. المبادرة، فكرة طرح المبادرات أمر جيد وصحي، ولكن العبرة في من يقدم هذه المبادرات ليفرغ محتواها أصلا. المفروض يعني تكون من أشخاص ليس لهم تجارب سابقة في
في إفشال العملية السياسية في البلاد. أنا لن أعلق على المبادرة، بل سأعلق على من اقترحها، على اللي اقترح هذه المبادرة. أصلا الثقة انعدمت في التواصل معهم، في مقدمها على راسهم خالد المشي، هو من انقلب على صناديق الانتخابات الذي الآن يتحجج ويدعو إلى انتخابات. نعم سيد الهادي، هذه المبادرة هذه اللي يحكي عنها، أنا لا يعني أنا حقيقة لا أعرف المبادرة ولا أقبل أي مبادرة من خارج المشي إطلاقا، حتى من دون أن تطلعوا عليها سيد الهادي؟ نعم، حتى قبل أن تطلعوا عليها هي مرفوضة لكونها من خالد المشري فقط؟ أنا 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 قلت لك أصلاً يعني المبادرات، أي مبادرة ممكن تطرح، لكن تطرح من أشخاص ما شاركوش في إفشال العملية السياسية في ليبيا والانتخابات في ليبيا. هؤلاء هم من أفشل العملية السياسية في ليبيا، هؤلاء هم من أوصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من 2014. خالد المشري هذا لا يمكن أن نثق فيه يعني إطلاقا، ولا في مبادراته ولا في طرحه إطلاقا. هذا يعني سبق لمجلس النواب أن شكل لجنة، وتم التواصل مع مجلس الدولة وشكلت لجنة من مجلس الدولة ومجلس النواب ومع البعثة الدولية، ولكن هو من أفشل هذه الحوارات بمجرد ما تم التفاوض وتم توقيع 80 عضو في مجلس النواب على 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 اقاله مجلس الرئاسه، وهناك مجموعه من مجلس الدوله ايضا وقعوا على ذلك. هو من افشل بمجرد ما تفاوض مع سيد السراج واعطاه 3 أعضاء لحزب العداله والبناء، تنازل عن كل شيء مقابل هذه الاشياء، والان يبحث عن تمديد لمده سنه كامله، يبحث عن سنه اخرى للتمديد ليبقى في العمل السياسي الذي يرى انه باقي فيه الان. يعني حقيقه المبادره في المشري لا يمكن قراءتها، وانت لما تقرا حتى جزء منها وتتمعن لا توجد مبادره اصلا في الواقع اصلا، مصر هو يوجد تحايل سياسي فقط على تمديد فترته لمده سنه اخرى. هذا لن يجد اذانا صاغيه من اي حد. نحن مجلس النواب لا نقبل هذه المبادره، نحن كاعضاء مجلس النواب طبعا نحن لم نناقشها ولن نناقشها هذه المبادره، تحدث عن نفسي وبعض من الزملاء الذين تواصلت معهم. هذه المبادره لا يمكن، ولا نعترف اصلا بمبادره تقدم من حزب العداله والبناء او من الاخوان، لانهم هم من افسد المشهد السياسي في ليبيا. اليوم يتحدثون عن المبادرة الوحيدة اللي بإمكانهم أن يخرجوا إلى العلن ويتركوا الليبيين ويقولوا ويتحدثوا المجلس النواب ويتركوا المجلس التشريعي في ليبيا يشتغل شغل صحيح، ومن تم 6 شهور أو 3 شهور مش مشكلة ونجري انتخابات. لكن هؤلاء لن يتركوا لن يتركوا بالمبادرات. هؤلاء ويتحدث عن الجيش، على الجيش ان يرجع من حيث اتى. من وين الجيش؟ الجيش هو من قصر بن غشير، من ابناء قصر بن غشير، ومن ابناء العزيزيه، ومن ابناء ترهونه. هؤلاء موجودين في مناطقهم، وين بهم يمشوا؟ يبون يمشوا لهو، وين يمشي يعني؟ مش بلدانهم، مش مناطقهم، وين يمشي يعني؟ الذين كانوا بيديروا طائرات بيقول لهم لتركيا كلام اخر. يعني حقيقة يعني خالد المشي لا يمكن ان تقبل منه اي مبادرة، لا هو ولا الجسم الذي يترأسه اطلاقا. بالنظر سيد الهادي الصغير الى مواقف خالد المشري تحديدا ومجلس الدولة بشكل عام من اي مبادرات ومقترحات سابقة لحلحلة الأزمة الليبية، ماذا يعني ان يقدم خالد المشري ما سماه مبادرة وفي هذا التوقيت برأيك؟ لأنه هو شعر أن هناك خطر سياسي عليهم من تجمع مجلس النواب في مصر. هذه كانت رسالة قوية للمجتمع الدولي، وكانت رسالة أيضا للموجودين في طرابلس أن يجتمع مجلس النواب وبهذا العدد
90 نائب، والان المقترح ان يجتمع يصل العدد الى 100 او 110 نائب في مدينه غادة ان شاء الله في الايام القادمه. هذا شكل عليهم خطر كبير ان المجتمع الدولي يتعاطى سياسيا اصلا مع مجلس النواب، يرى ان مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد والتشريعي الوحيد في ليبيا، وبالتالي اصبح عليهم خطر بالنسبه لهم. هم يتحدثوا عن مدنيه الدوله بالكذب، والله ما عندهم من المدنيه ولا الا الشعار فقط، يستقطبوا الشباب ومن شارك في 17 فبراير فقط وكان هدفهم مدنيه الدوله. هؤلاء لا يبحثوا عن مدنيه الدوله، هذا هم يبحثوا عن بقائهم في السلطه والاستيلاء على الاموال ونهب الاموال، يتفاوضون في على شركات الاستثمار. الان نهب كبير وفساد كبير في شركات الاستثمار الخارجيه لاستثمار اموال الليبيين واستغلالها في تمويل الميليشيات الان القابعه في مدينه طرابلس. ما تعقيبكم سيد الهادي على ما ذكره خالد المشري عندما كان يقدم مبادرته في المؤتمر الصحفي أمس بطرابلس؟ قال بأنه راعى في هذه المبادرة الإعلان الدستوري المؤقت واتفاق الصخيرات وروح التوافق بين مجلسي النواب والدولة ومشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية. ما تعقيبكم على هذا الترويج على ما يبدو لمبادرته؟ والله ممتاز. هو ما دام يتحدث عن الدستور احنا كمجلس نواب انهينا واقرينا القانون وحولناه للمفوضيه، وكان على حكومه الوفاق ان تفي بوعودها الماليه لاستحقاق الدستوري عليه. هو من اوقف خالد المشري ومجلس الدولة، هم من أوقفوا الدستور والاستفتاء على الدستور، هم من أوقف ذلك، لم نوقفه نحن. وعندما يتحدث عن اتفاق الصخيرات، نحن لم ندسر اتفاق الصخيرات اطلاقا، لم ندسره، وبالتالي ذهب اتفاق الصخيرات انتهى بالنسبة لنا احنا، لا مجال لعودة اتفاق الصخيرات اطلاقا. نحن ندعم في القوات المسلحة والجيش الليبي المكون من كل فئات ومكونات الشعب الليبي الذي الآن على مشارف مدينة طرابلس، وهم يتوهمون ويعلنون في قنواتهم أننا دحرنا الجيش. الجيش لم يندحر، باقي من يوم 4/8 لا زال في أماكنه التي دخل إليها في مدينة طرابلس، وعدم تقدم الجيش إلى مدينة طرابلس هو الحفاظ اكثر على المدنيين، لا يريد ان يدخل في معركه شوارع في داخل مدينه طرابلس. لا يزال يضغط لعل هؤلاء موظفين طرابلس يحتاجون الى ضمانات سواء داخليه او دوليه للخروج في سلام من مدينه طرابلس وترك مدينه طرابلس امنه دون ان تدمر هذه المدينه الذين حرصوا على تدميرها باموالهم. اذا المبادره بالنسبه لك هي اعتراف منهم بالهزيمه. هذا امر واقع، يعني لو انت تتواصل مع المواطنين داخل مدينه طرابلس، والله العظيم 80% من سكان مدينه طرابلس يرحبون ويهللون بالجيش، ينتظرون بفارغ الصبر دخول القوات المسلحه الى مدينه طرابلس. وواهم جدا من يفكر ان هذه القوات لن تدخل لطرابلس، ستدخل الى طرابلس، ربما ناخذ زمنا من الوقت، هذا صحيح، حفاظا على هذه المدينه وقدسيه هذه المدينه وهؤلاء المواطنين الذين يقتلونها. هم يدمرون في قصر طنغشير، ويدمرون في العزيزيه، ويدمرون في ترهونه، ويهددون في ترهونه بالهجوم على ترهونه لانها وقفت وساندت الجيش الليبي. لا يمكن ان نستمع اليها اطلاقا مبادره المشري، ولا يمكن ان تدرس حتى او نتناولها في مجلس النواب. هذه في مهب الريح اطلاقا. نحن مجلس النواب اصدر قانون يجرم فيه الاخوان المسلمين وتوابع الاخوان المسلمين وكل الاجسام التي انبثقت عن الاخوان المسلمين، وبالتالي هذه المبادرة هو يقول بأنه استقال من جماعة الإخوان.
أم أن استقالته مثل مبادرته بالنسبة لكم؟ الحمد لله أنك أنا لا يمكن أن يستقيل إطلاقا. الاستقالة فقط للبقاء في السلطة ليوهم الآخرين أنه استقال من هذا الحزب من هذا من الحزب الإخوان المسلمين ومن العدالة والبناء وأني أنا مستقل وأني الآن أمارس حياتي بعد كويس وممتاز. مدام استقال منهم هو هذا اعتراف ضمني منا أنهم على خطأ وأنهم على باطل. ممتاز إحنا هذا نستقل في هذا الجانب أنهم على باطل. وإذا لماذا يستقيل منهم ولماذا يعني استقال منهم؟ لأن رأهم على باطل. ولكن هو لم يستقيل إطلاقا، هو الإعلام يوهم الواطن العادي أنه استقال. هو كل أسبوع يجلس في تركيا، وتركيا أعلن أردوغان مباشرة أعلن وقال نحن لدينا أصدقاء ولدينا أصناع في ليبيا، ومن خلال أصدقائنا المتواجدين في ليبيا سندعمهم للحفاظ على 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 الامتداد التركي. يريد أن يرجع إلى الدولة العثمانية، وهذا لن يسمح به ولن نسمح به، وسنقاتل من اجل ذلك بالقلم وبالسلاح، سنشتغل على ذلك. تؤكد سيد الهادي بان ما يقدمه خالد المشري وتحديدا هذه المبادره هي مرفوضه بالنسبه لكم، لكن نحن نعلم بان مجلس النواب منقسم على نفسه، هناك مجموعه تلتقي في طبرق وهناك مجموعة تلتقي في طرابلس. ماذا لو حظيت هذه المبادرة بموافقة ومباركة ودعم مجموعة مجلس النواب المجتمعة في طرابلس؟ يا سيد نبيل، أنا مقبلك أن 80% من مجلس النواب رافض هذه المبادرة بالتواصل، حتى من جماعة طرابلس بالتواصل معهم غير قابلين هذه المبادرة إطلاقا. ما تسمى مبادرة، أنا لما أقول لك مبادرة معناها أنا اعترفت فيها، لا يعني ما طرحه خالد المشري من أفكار مرفوضة حتى من بعض النواب في منطقة طرابلس، ولا تواصل معي مجموعة من النواب أنهم سيلتقون في تونس للوصول الى غاد، وسيكون هناك جلسه بمشيئه الله في غاد سيصل عدد الحاضرين فيها يفوق 100 نائب. هذه انا مبشرك لان مدينه غاد هي مدينه في الجنوب الليبي، والكل يرى في ان هذه المدينه بالامكان انها تستوعب كل الليبيين، وهم رحبوا الاهالي والاعيان وعمدان عديد البلديه في غاد والسريه رحبوا بعقد هذه الجلسه. اي حلول مستقبليه يجب ان تحافظ على فكره مكتوب الانتخاب، يجب ان لا نكرس فكره التعدي على نتائج الانتخابات. نحن فعلا دوله وليده في هذا الشان، ونسال من قوم هذه العمليه. نعم. يعني لابد من طرح فكره العوده الى شرعيه صندوق الانتخاب. القياده العامه رحبت بإجراء الانتخابات وقالت ما فيش اشكاليه، وهم المجلس الرئاسي قال ما فيش اشكاليه، لكن لان الحل لابد ان يكون توافق ليبي موسع يمر عبر مجلس النواب لكي نحافظ على مدنيه الدوله وتداول السلم للسلطه. هؤلاء انقلبوا على صناديق الانتخاب. يا اخي انقلبوا على صناديق الانتخاب. هم الذين انقلبوا عليها، هم اللي اوصلونا الى ما وصلنا اليه. هم العداله والبناء والاخوان المسلمين ومن تابعهم والطامعين والطامعين في المال. هناك ناس طامعه في المال، لا هم من الاخوان ولا هم من العداله، ولكن لديهم اهداف يعني ماليه ما لهمش علاقه بالبرنامج السياسي المعقول سوى، المهم انه هو يخترب اكثر فرصه من المال فقط. برايك سيد الهادي، ما مغزى ان تقدم هذه المبادره بين قوسين من قبل خالد المشري بشكل فردي او بشكل شخصي وليس ب يعني صوره جماعيه باسم مجلس الدوله الذي يراسه، ولا نعلم
هل باقي أعضاء مجلس الدولة على علم بهذه المبادرة؟ هل تم عرضها عليهم قبل المؤتمر الصحفي؟ أم أنهم طلعوها مثلهم مثل باقي الرأي العام؟ ما مغزى أن يقدمها المشري بشكل منفصل عن باقي أعضاء مجلس الدولة؟ هل هذا يعني بأن المجلس قد رفضها سلفا، أو من الممكن أنه سيرفضها بحسب رؤية المشري، لهذا قدمها بشكل فردي مثل ما قال، أم ماذا؟ هناك من دول خارجية أوعدت إلى خارج المشري على أن يقدم هذه الدولة. أحد أعضاء مجلس الدولة خرج وقال لم تعرض علينا هذه المبادرة إطلاقا ولم نراها، وإنما هي من خيال خارج المجلس فقط. نحن مجلس الدولة غير مسؤولين عن هذه المبادرة إطلاقا. هذا يدل على أن هناك ارتباط خارجي مع خالد المشري، مع دول أخرى داعمة لهم، ربما تركيا أو غير تركيا، هي من أوعدت لخالد المشري بطرح هذه الأفكار. نعم. وهذه الأفكار التي طرحها خالد المشري لا ترقى لصيغة المبادرة إطلاقا ولا تقبل. هي هو أحسن حاجة أنه هو طرحها، لأنها أصلا مرفوضة منه، مرفوضة إطلاقا، لا يمكن التعاطي مع هذه المبادرة إطلاقا. نعم. نحن مجلس النواب مع أي مبادرة تهدف إلى المساهمة في الحل السياسي في ليبيا، لكن ليست من هؤلاء مرفوضة منهم أي مبادرة. هؤلاء هم من أفشلونا وهم من أوصلونا، وأكررها للمرة العاشرة، هم من أوصلونا وهم من ساهموا في قتل شبابنا الذين يموتون كل يوم، هم من ساهم في قتل المرضى الذين يعانون في المستشفيات، هم من دمر التعليم والمدارس وأدخلوا عليه مناهج بعيدة كل البعد عن 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 عن, عن, عن عاداتنا وتقاليدنا ومنهجنا التعليمي. نعم، ابقى معنا لو سمحت سيد الهادي الصغير. اسمح لي أن أنتقل إلى السيدة نادية عمران، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. سيدة نادية، أرحب بك في برنامج أكثر. أهلا وسهلا. نتحدث هنا عن ما طرحه رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري وسماها بمبادرة للخروج من النفق المظلم الذي تمر به ليبيا. المبادرة تتكون تقريبا من 5 مسارات لحل الأزمة السياسية في ليبيا، وتتضمن أجال لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. اللافت في الموضوع وهو الجزء المتعلق بكم أنتم سيدة نادية في الهيئة التأسيسية، بأن هذه المبادرة بحسب طرح المشري تستند على إجراء تعديل للإعلان الدستوري المؤقت، وذلك باعتماد جزء معين من مشروع الدستور المقدم من قبل الهيئة، وهو الباب الثالث المتعلق بنظام الحكم. ويقدم المشري يعني هذه المسألة على اعتبار أنها ستكون قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة خلال ربما عام من اعتماد المبادرة حسب قوله. أنتم على اعتبار أنكم من كتبتم مشروع هذا الدستور، ما رأيكم فيما يطرحه خالد المشري وصلته بالمشروع؟ هو احنا بصفة عامة كأعضاء هيئة نرحبوا بكل المبادرات، نتمنى انها تظهر مبادرات عديدة، مش بس من الأطراف السياسية والفاعلة في المشهد السياسي، لا نتمنى حتى تكون مبادرات من أصوات المجتمع المدني ومن النشطاء، لأن كل هالمبادرات هذه في النهاية تتمخض على اتفاق. احنا نعرف أن مهما طال أمد الاقتتال بين الليبيين في النهاية هيجلس على طاولة الشواء، هكذا تقول التجارب الإنسانية. لكن الشق اللي طبعا انا اتحدث فيما يتعلق بس بالشق المسار الدستوري اللي طرحه السيد خالد المشري، الموضوع هذا طبعا الفكره هذه تم طرحها سابقا،
لان هم يدركوا ان اي انتخابات سواء كانت انتخابات برلمانيه او رئاسيه وما يتبعها من انتخابات محليه على مستوى الحكم المحلي لابد ان تحتاج الى وجود قاعده دستوريه. ان القاعده الدستوريه هذه تحتاج الى توافق. طبعا التوافق تعديل الاعلان الدستوري احنا ندركه جيدا حسب الان الموجود الان لابد ان يتم التوافق فيه بين مجلس النواب ومجلس الدوله. المجلس النواب في انقسام حاليا، ندرك المشهد السياسي تماما. الاشكاليه اللي الان حاصله كيف انت تقدر انك توجد قاعده دستوريه؟ طبعا احنا نعرف انه في معارضين لمشروع الدستور، ونعرف انه في ناس تدفع باتجاه عدم طرح المشروع على الاستفتاء رغم كل الضمانات اللي هي محيطه بمشروع الدستور، واخرها القانون الاستفتاء اللي اصدره مجلس النواب واللي قام فيه الدوائر ضمانه عدم المغالبه من تقرير تاريخي على اقرير تاريخي اخر. طبعا في عده اقتراحات صدرت بخصوص مشروع الدستور، منها اللي طرحها السيد خالد المشري ان ناخذ الباب الثالث اللي هو باب السلطه التشريعيه ونعتمدوه كاساس للانتخابات. طرحت ايضا فكره اخرى على اساس ان يتم اعتماد مشروع الدستور كمشروع مؤقت لمده 5 سنوات حتى تستقر الدوله ويتم بناء على هذا الاعتماد انتخابات برلمانيه ورئاسيه ومن ثم مشروع الدستور بعد 5 سنوات. أتحدث كعضو هيئة لا من هيئة. أعضاء الهيئة بصفة عامة من نقاشاتنا وبأي مبادرة تسهم في إكمال المسار التأسيسي وفي الاستقرار السياسي. لكن نحن سيدة نادية نعلم بأن مشروع الدستور المقدم من قبلكم لا يحظى يعني بالتوافق ليس فقط خارج الهيئة وإنما حتى من أعضاء الهيئة نفسها. بالتالي التوافق طبعا داخل الهيئة، الاستناد على أي جزء من مشروع الدستور، نعم، إلى أي درجة سوف يعيد فعلا إحياء الخلافات اللي داخل أعضاء الهيئة. بالنسبة للتوافق داخل الهيئة، الإعلام الدستوري ينظمه، الإعلام الدستوري يوافق ثلثي أعضاء الهيئة عن النصوص الدستوريه، والكلام هذا سمي، يعني ثلثي الهيئه هم 41 عضو، مشروع الدستور تمت الموافقه عليه ب 43 عضو، هكذا هو التوافق، لا يتوقع في اي مشروع دستور في العالم ان يحظى بالاجماع، هذا شيء غير متوقع. في دول العالم دساتير العالم اخرجت دساتيرها بالنصف، بنصف فقط المفوضين، لكن الهيئه كانت فيها نسبه عاليه، يعني الثلثين، هذا من ناحيه الوثيقه، لانها لا يتوقع الاجماع. بالنسبه للتوافق بالنسبه للمدنيين تقدر هل يظهر في الاعلام 10 او 10000 او 20000 ممكن يكون الشعب الليبي؟ لا، احنا هذا اللي نرغبه ان افتتاح السلطه لمشروع الدستور لطرحه على الاستفتاء. لما المدنيين يقوم بعدها ندخل في الحلول وفي الاليات الاخرى سواء كان حسب ما نظمه الاعلان الدستوري إعادة المشروع الدستور للهيئة وتعديله بناء على استطلاعات الرأي والاستبيانات وغيرها وإعادة طرحها من جديد أو إيجاد حلول أخرى، لكن أنت مش تأكد أن هذا المشروع يحظى بالتوافق أو لا يحظى، لابد أن يطرح على الاستفتاء، هذا هو الفيصل في مدى قابلية مشروع الدستور من عدمه. بالنسبة لمبادرة خالد المشري واستنادها على القاعدة الدستورية اللي أشار إليها، من وجهة نظرك هل هل هذا ممكن؟ في الأزمة السياسية لا أعتقد، لأن التئام مجلس النواب بشقين، من ناحية التوافق مع مجلس الدولة، التوافقات المشكلة أنها ليس فيما يخص المسار التأسيسي فقط، هناك توافقات سياسية وهتم التوافق عليها بالجملة، هتكون عدة نقاط. هل تتوقع ان في ظل هذا الزخم من عدم الثقه والاقتتال داخل المدنيين ان يتم التوافق؟ انا اخشى ذلك، لكن الاشكاليه ان المدنيين لابد ان يتوافقوا على حل ليبي قبل ان يفرض عليهم حل من الخارج، وهي هذه الكارثه الكبرى. لكن احنا كاعضاء هيئه نرى ان مشروع الدستور اوجد حلول لاغلب الاشكاليات. المشكله في الضخ الاعلاني المعادي لمشروع الدستور، لكن نتمنى دائما ان تتاح لنا الفرصه كاعضاء اساسيه لاجراء جلسات وحوارات ومناظرات، نعم، حتى تصل الحصوله للمدنيين. لكن انتم على الاقل انت بشكل شخصي، نعم، سيده ناديه، هل انت مع اخذ مشروع الدستور كاملا قطعه واحده ام اجتزاء مثل ما
يدعو السيد خالد المشري على الأقل في مبادرته. أنا أرى نعم بالنسبة لي أنا أرى أن مشروع الدستور وحدة واحدة، مشروع الدستور لا يعتمد فقط على السلطة التشريعية، مشروع الدستور ينظم قواعد الدولة الأساسية بالعموم، يعني في باب للحكم المحلي، باب الثروات الطبيعية، باب النظام المالي، باب المقومات الأساسية للدولة، في أساسيات. لكن لو تم الاستئناس في مبادرة وجمع كل الليبيين بالسلطة التشريعية، لو تم الاستئناس فيها كما صوتت عليها، لا يعني ممكن، لكن هذا لا يعتبر مشروع الدستور، هذا لا يلغي التصويت والاستفتاء على مشروع الدستور. هو الغريب سيدة نادية بأن إذا ما تجاوزنا الخلافات الداخلية اللي حصلت داخل هيئة مشروع الدستور بخصوص المشروع، وإذا ما انتقلنا إلى مرحلة صدور قانون الاستفتاء على مشروع الدستور من قبل مجلس النواب وتقديمه إلى المفوضية العامة للانتخابات، أنت تحدثي عن العراقيل اللي واجهت المشروع. واحدة من أبرز العراقيل هو رفض مجلس الدولة لقانون الاستفتاء الصادر عن مجلس النواب في ذلك الوقت. ربما لو قبل مجلس الدولة وخالد المشري قانون الاستفتاء بما فيه من عيوب ومن ميزات، لكنا تجاوزنا، يعني لكنا في حال غير الحال اللي نحن نتكلم عنه الآن. فيعني المشري بالنسبة لكم هل يعتبر واحد من المعرقلين لمشروع الدستور أو على الأقل قانون الاستفتاء عليه عندما صدر من مجلس النواب وتم إحالته إلى المفوضية؟ بالنسبة لنا طبعا فيما يتعلق بالعرقيل اللي وضعت أمام الهيئة أو أمام مشروع الدستور، بغض النظر عن توافق مجلس الدولة، طبعا هذه نقاط واردة في الاتفاق السياسي، لكن في عرقيل أكبر من هذا الموضوع. الإشكالية أن قانون الاستفتاء تم إصدار تعديل فيه بتقسيم ميدي إلى 3 دوائر، استنادا على التعديل الدستوري 10 تقريبا أو 11. هذا التعديل لم تتضح فيه الإجراءات القانونية السليمة لإجراء هذا التعديل، مما جعله محطا للطعن. وهذا اللي صار الآن، أن في طعون مرفوعة ضد التعديل 10 و11 لعدم اتخاذ الإجراءات الصحيحة أو عدم اتباعها الصحيحة للقانون. هذه هي الإشكالية الكبرى بالنسبة لنا. والآن عند الآن المحكمة العليا لم تبت في هذه الطعون. العراقيل وجدت من عدة جهات، كانوا كلهم يعرقلوا، أعتقد أن هي رغبة في استمرار الأجسام الانتقالية بما تحمله من فوضى وغيرها. شكرا جزيلا عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادي عمران. أعود إلى السيد الهادي الصغير. سيد الهادي، كان يشير خالد المشري إلى مجلس النواب في هذه المبادرة اللي قدمها لحل الأزمة الليبية، ولكن لم يوضح أي مجلس نواب يقصد. أنتم من خلال قراءتكم أو اطلاعكم على ما قدمه، هل يقصدكم أنتم مجلس النواب في طبرق أم يقصد مجلس النواب في طرابلس؟ هل الأمر أتى عفوا هكذا بشكل تلقائي، أم أن الأمر بهذه يعني بعدم الوضوح في الطرح كان متعمد، أم ماذا بالضبط؟ هل يقصدكم أنتم حسب قراءتكم بمجلس النواب؟ والله المعنى بصفه شاعر، والله ما نعرفش هو وين هو قال مجلس النواب. احنا مجلس النواب ما فيش مجلس نواب واحد، لو انه يقصد مجلس النواب طرابلس فقال مجلس النواب الان اخذ مدينه طرابلس، وبالتالي هو يخاطب مجلس النواب في طبرق، ان لم يقل مجلس النواب في طرابلس الذي انشق، لانه يقول مجلس النواب في طرابلس يبقى فعلا هو اثبت انه هو يتعاطى مع مجلس النواب في طرابلس، ويا ريت يتعامل كان مثل العامل معهم فطرابلس مبروك عليه يتي. حتى احنا باركونا يتعامل معهم ويمشوا يديروا المبادره بتاعها ويعتمدها ومبروك عليه. بالنسبه لي نحن هو تحدثت الاستاذه ناديه على التعديل 11 والعاشر والحادي عشر والطعن فيه. الطعن فيه من من؟ الطعن فيه من خالد المشري في شخصه. خالد المشري هو اول من قدم طعن. الغايه والغرض منه هو يعرف ان المحكمه غير مختصه بالنظر في الطعون الدستوريه، ولكن الغايه والغرض منه هو انه يتحدث وهو رايح يقدم طعن في في في
بالاتساع على الدستور وتعديل 11، وبالتالي اعتبروا ما تعطوش ما تديروش برنامج الاستثناء وما الى ذلك. هو هذا الغايه كما العالم كله منا اعترف بالانتخابات التي حصلت في ليبيا، والكل بارك هذه الانتخابات وقال هذه انتخابات فيها. لما جينا قالوا وما اذا استلام تعالوا استلموا في طرابلس وان تعتبروا غير شرعيين. فقط هو على طرابلس في ذلك الوقت ولا احد يستطيع ان يدخل الى مدينه طرابلس، وبقي السياسي 5 سنوات. الان ومن خلال حديثه يريد ان يستمر لمده سنه كامله، ربما بالك بعد سنه يكمل الفلوس من مصر الى المركزي والله يتوقف الواحد ما نعرفش، والله سنه كانت الاستثمار اللي استولوا عليها تعلن افتتاحها وبالتالي بعدها بالك يشفى ويسلم. هو اي شيء يبقيهم في السلطه والافتلاء على 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 مدينه طرابلس وخطفها، وهم يعلموا ان طرابلس هي العاصمه السياسيه لليبيا بالكامل لكل ارجاء ليبيا، وبالتالي هم يبحثوا عن اطول فتره للبقاء ويتمترسوا خلالها في السلطه في طرابلس. لا عندهم مبادره ولا يبحثوا عن حل سياسي اطلاقا، بالنسبه لهم هم اطلاقا لا يبحثون عن حل سياسي من خلال مبادرتهم. الحل موجود، يعلنوا ان مجلس النواب هو الممثل الشرعي والوحيد في ليبيا، وتفضلوا من خلال العمل السياسي والله من خلال البحث الاموميه كليبيين متوافقين، ويمرروا ما يشاءوا كليبيين عن طريق مجلس النواب ويعتمد بمجلس النواب، ونبارك ونعلن عن انتخابات او غير رئاسيه وبرلمانيه وما عندناش اي اشكاليه، وننسحب من المشهد السياسي ونسلم لجسم اخر انتخب الليبيين. احنا لم نعترض على الانتخابات، ما فيش فرصه للانتخابات، مش مجلس النواب متشبث بالبقاء في السلطه ابدا. نحن مددنا لانفسنا لكي لا يكون هناك فراغ سياسي في الدوله. وبالتالي اذا وجدنا ان هناك جسم اخر منتخب كما انتخبنا نحن سنسلم السلطه مباشره. ولن نتحايل على الليبيين اطلاقا. والله ما نشعر به نحن من الم وامل والاف في ليبيا لا يشعر به هؤلاء اطلاقا. نعم. هم قاعدين في دائره صغيره جدا لا يتجاوز من يطلع يوصل للزاويه ويوصل لباب تاجوره ويركب في الطياره يمشي لتركيا، ما عندهاش مجال اخر يمشي له بكل. ما عندهاش. لا يقدر يجي للجنوب ولا يقدر يجي للجفره ولا يقدر يمشي لترهونة اللي قريبه عنا ولا يمزه اللي 190 كيلو حتى يمشي لحتى يمزه. يا اخي عندهم بقعه صغيره طرابلس والسكرتير تحت المدنيين فقط. ويتحدثوا لما يصير خصف والله تطيح قذيفه على عائله والله يشوفوا هؤلاء الجيش ومهذا مش عارف كذا ويقتلوا، هو يتمترس وراء هؤلاء الاسر. اخرج الجيش طلع لك برا قال لك تعال لطويشه ولا تعال لغريان ولا العزيزيه والله على مشارف قصر بن غشير. هؤلاء لا يمكن ان اقول لك هؤلاء المجموعه معينه لا تتجاوز 15 نفر، هؤلاء يريدوا ان يتمدرسوا وعندهم المال الان وعندهم السلاح، وحقيقه للاسف انهم يجندوا في الشباب الصغار ويضحكوا عليهم ويقولوا هذه مديريه الدوله وهذا ما جايينكم وعسكر وحكم الفرد وحكم مش عارف كذا. يا اخي انت ما تركتش حكم، انت ما تركتش التداول السلمي للسلطه، ما كيف يجي لك؟ مش شرع عسكري حيجيك وحيحكم. والله الفوضى اللي احنا ما فيش حد يحافظنا على الامن الان خط الجيش. نعم. لا يمكن يا اخي انت عندك من 2011 الى 2019 ما قدرتش تكون كتيبه يا رجل. كتيبه في الجيش الليبي مو تمثل الجيش الليبي ما فيش. جا فايز السراج قال انا بشكل الحرس الرئاسي. شكل الحرس الرئاسي صرف عليه مليار ولا كم وفي ليله واحده فقط ما كانش فيه ولا حرس رئاسي اطلاقا وكانه في وسط الحداد. نعم. يا اخي احنا رانا عندنا ارض وعندنا شعب وما عندناش دولة، نبحث عن دولة. يا أخي خلونا نخدم دولة.
العالم في الدول هذه لا يمكن تتفق على ليبيا، لا يمكن يتفق، وكل لديهم مصالح. اللي يجتمعوا في برلين، من لم تتحقق مصالح دولة معينة لن يكون هناك اتفاق. نحن نبحث عن شريك ليبي صحيح مؤمن بالقضية الليبية، فعلا حريص على الدولة الليبية، نرحب بالليبيين. نحن في مجلس النواب الآن لدينا عرض أننا سنعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية من كل الأطياف الليبية، من كل القبائل والمكونات الليبية، ونحن مستعدين لاستقبال أي مبادرة، نتبنى أي مبادرة من مرشحات المجتمع المدني، من القبائل، من الأعياد، من الملكيات، أي مبادرة تخرجنا من المأزق اللي نحن فيه، لكن مش ببقاء هذه الميليشيات موجودة في طرابلس. لن تكون هناك حكومة تشتغل في طرابلس وتحت المجموعات المسلحة الموجودة الآن. طيب دعنا نستقبل السيد زياد دغيم عضو مجلس النواب أيضا معنا نشركه في النقاش. سيد زياد أرحب بك في برنامج أكثر. لعلكم تابعتم المؤتمر الصحفي اللي عقده يوم أمس في طرابلس رئيس مجلس الدولة الاستشاري وما قدمه من مبادرة حسب وصفه لحل الأزمة الليبية، تضمنت مجموعة من المسارات تشريعية سياسية أمنية دستورية وإلى آخره. السؤال هنا عن محتوى هذه المبادرة وما جدواها برأيك؟ شكرا أستاذ جميل، تحية لحضرتك ولضيوفك الكرام والمشاهدين. أنا كنت أستمع إلى حديث أحد الزملاء في التليفون، أعتقد أن هذا الحديث وهذه النقاط التي ذكرها هي نقاط صحيحة ورؤية صحيحة وواقعية، ولكن للأسف الشديد هذه الرؤية قد لدينا بها كثيرا في سنة 2015 قبل ذهاب 101 نائب في توريط ليبيا في هذا الاتفاق السياسي المعيب. الآن هناك اتفاق سياسي واعتمد مجلس النواب مضمن في الإعلان الدستوري، سببه 101 نائب وذهابهم مع هذا الاتفاق رغم كل تنبيهنا وتحذيرنا من هذا الكلام اللي كنت أسمع فيه الآن منذ قليل. هذا الكلام قلناه في 2015، احذروا هذه المجموعة، لا تذهبوا مع هذه المجموعة، هذه المجموعة انقلبت على السلطة، لا يمكن الذهاب معها، قالوا وطن وقالوا معاناة الناس، وورطوا مجلس النواب وورطوا ليبيا في اتفاق سياسي بقرار من المجلس الامن تحت الخط السابع. لا نستطيع ان نخرج من هذه الحقيقه وعلينا ان نتحمل المسؤوليه، هذا اولا. ثانيا فيما يخص ما يسمى بالمبادره. انا شخصيا احب البحث عن الجانب الايجابي في اي نقطه. تطرح مبادره يسميها صاحبها مبادره، جيد. أتعامل معها وفق المرجعيات الموجودة ووفق الثوابت الوطنية، وأضع نقاطي وشروطي وثوابتي على الطاولة. أنا شخصيا أصدرت تصريح فيها تقريبا 5 أو 6 نقاط تجيب بشكل مرتب على النقاط التي طرحت من قبل رئيس مجلس الدولة. نعم تفضل أخبرنا بردودك، نحن مهتمون بها سيد زياد. نعم، أولا هو تحدث عن عدة مسارات. عندما نتحدث الشكل والمضمون لا يمكن بتاتا صدور قرار بوقف اطلاق النار الا في اخر السلم بعد تكون وتشكل وتنفيذ تسويه سياسيه كامله. هذه اول نقطه واول مفارقه في المبادره تتكلم عن وقف اطلاق النار اولا ثم تسوية سياسية. بكل تأكيد هذا ليس شرط، ولكن هذا هو الواقعية. الواقع يقول أن لن يكون هناك وقف إطلاق النار إلا في آخر السلم كنتيجة نهائية بعد تسوية سياسية، يعني أن الوقف إطلاق النار سيكون بعد التسوية السياسية وليس قبلها. هذه أول نقطة. النقطة الثانية عندما يتكلم عن
استمرار التدخل في مجلس النواب، ومجلس النواب يعيد انتخاب رئاسته والى اخره وفق الماده 16. هذا غير صحيح. الاتفاق السياسي نص في اكثر من ماده وفي المقدمه على احترام الاعلان الدستوري في اي نقطه لم يتم او لم يتم النص عليها بشكل واضح بالاتفاق السياسي. اذا كل ما هو غائب الاتفاق السياسي هو جزء من بحث تحتكم فيه الى الاعلان الدستوري. الاعلان الدستوري يتكلم عن اغلبيه موصوفه لتغيير الرئاسه 120 نائب. ايضا الماده 16 من الاتفاق السياسي لم تشير ابدا الى عمليه تغيير الرئاسه، هناك تغيير ربما اللجان ولكن لم يتم اشاره الى تغيير الرئاسه. هذه جزئيه. الجزئيه الاخرى الحديث عن وقف اطلاق النار ويستمر الوضع على ما هو عليه وتستمر هذه المجموعات المسلحه والميليشيات وغيرها، هذا امر طبعا لا يقبله عاقل بالتاكيد. وانا استغرب ان الليبيين جميعا يفكرون بطريقه ثابت واحد وعدة متغيرات. الثابت أن طرابلس هي المقر للمجلس الرئاسي ولحكومة الوحدة الوطنية وغيرها. أنا أعتقد أننا نحن وخاصة بعد ما حدث في الشهور الأخيرة والاحتقان والخطاب الإعلامي المتشدد، أعتقد أننا نحتاج إلى الاتفاق على مقر إداري جديد للمجلس الرئاسي القادم وحكومة الوحدة الوطنية على الأقل إلى حين تنفيذ الترتيبات الأمنية. هذا أمر مفرغ منه. الترتيبات الأمنية من سيقوم بها؟ بكل تأكيد أن من سيقوم بها يجب أن يكون الجيش معني بتنفيذ هذه الترتيبات الأمنية. أيضا من ضمن النقاط التي ذكرت وهو القفز على الواقع، القفز على أن الاتفاق السياسي يحتاج إلى تعديل. هناك مواد وهناك جلسات وهناك اجتماعات حدثت بين النواب والدولة وهناك اتفاق على الفصل بين المسارات. أي ماذا يعني الفصل بين المسارات؟ يعني أن ما يتم الاتفاق عليه من المواد الخلافية فقط هو ما يتم تنظيمه، أما غير ذلك فيصبح موقوف ومجمد وغير معمول به. المادة الثامنة وإلغاء المادة الثامنة ومعالجة صفة القائد الأعلى بحيث أن يكون القائد العام جزء القائد الأعلى تحددنا. هذه نقاط أساسية ويجب من أن تكون في أي تسوية سياسية. إذن أنا لا أحب التخويف أو السب أو الأخيري، أتعامل كسياسي. هذه المبادرة جيد ولكن هذه المبادرة يجب أن تقابل بنقاط واضحة توضع على الطاولة. أما الحديث عن تجاهل الاتفاق السياسي وقرارات مجلس الامن والمجتمع الدولي والان الاستيقاظ المتاخر بعد 3 سنوات والذهاب في حدود من طرف واحد، هذا اعتقد انه غير مجدي ولن يؤتي اوكلاين ولن ياتي بنتيجه. نعم. لكن ماذا سيد زياد عن هذه المبادرة؟ وهناك من يربطها بعلاقتها بما يجري من مستجدات على الأرض، المتطورات الميدانية في العمليات العسكرية، وبأن هذه المبادرة هي ترجمة لما يحرزه الجيش من تقدم. هل يمكن فعلا ربط توقيت مبادرة المشري بما يحرزه الجيش من تقدمات في الميدان؟ لا أبدا، بالعكس أنا أرى أن مبادرة رئيس المجلس الدولة هي لكن ربما يريد منها التفاوض، يعني عادة التفاوض في السياسة الكل يعطي اقل ما يمكن ويحاول يحقق اكثر ما يمكن ربما، ولكن اذا كانت مبادره جاده بهذه الطريقه فاعتقد انها منفصله تماما عن الواقع وعن ماذا يحدث على الارض. نتكلم عن الشرعيه وعن الجيش يسيطر على اكثر من 90% من مساحه ليبيا ويحاصر طرابلس، والموجود هو عمليا في طرابلس الكبرى ويسيطر على النفط، ويعني المبادره منفصله تماما عن الواقع. اذا كانت المبادره جاده ومتمسكه بالمطرح، اما اذا كانت هي فكر التفاوض فاعتقد ان من واجب السياسيين جميعا وليس فقط النواب ان يضعوا ان يناقشوا المبادره وان يضعوا ثوابتهم وشروطهم ورؤيتهم ايضا. هذا اعتقد اعتبره مهمتنا ووظيفتنا الاصليه.
أما التباكي الآن على الاتفاق السياسي وعن هذا الشريك السيء فهذا تأخر كثيرا، تأخر 3 سنوات، وعلى 101 نائب تحديدا ومجلس النواب مجلس النواب جميعا بالتضامن وكل من دعم الاتفاق السياسي أن يتحمل مسؤولية الخطأ الجسيم الذي وقعنا في سنة 2015. المشرك كان واحد من أبرز الشخصيات السياسية التي كانت تعارض في وقت سابق إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خصوصا الرئاسية رغم الاتفاقات اللي كان يتفق بشأنها لحل الأزمة الليبية. اليوم في هذه المبادرة التي يطرحها وباقتراحه بنفسه إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا، كيف تفهمون هذا التغير أو هذا التحول في مواقفه بين أمس واليوم؟ للأسف الشديد معظم الساسة في ليبيا يشتغلوا بحسابات ضيقة بعيدا عن الحسابات الوطنية. يعني مجلس النواب أقر قانون الاستفتاء منذ سنة من شهر 11/2018 بغض النظر عن صحة هذا الأقرار وموجود أمام المفوضية، لم يتم حسم هذا الأمر والذهاب إلى الاستفتاء على الشعب، وكان من الممكن أن الشعب يقول نعم على هذا الدستور وتجرى انتخابات في هذا الصيف. بكل تأكيد أن بعض الشخصيات المعادية لهم سياسيا كان يعتقدوا أنها كانت تحظى بتأييد شعبي واسع وكبير، وبالتالي كان توقيت الانتخابات بالنسبة لهم سيء. أما الآن يعتقدوا أن الحرب وتداعيات الحرب والتشويه وحملات التشويه ربما تتيح أو ترسم ظروف أخرى في حال إجراء الانتخابات أو تفرز واقع آخر في حال إجراء الانتخابات. هذه حسابات ضيقة، حسابات حزبية، حسابات مصلحية إجبانا. أنا لا أتهم شخص معين، أنا أتكلم بشكل عام. نعم. يجب أن نفكر في أنه هو يصلح بالوطن بشكل عام، ماذا يحتاج ليبيا، ماذا كيف نخرج من الأزمة، ولا نفكر في حسابات ضيقة. هذا توقيت مناسب لي وهذا توقيت غير مناسب. بالحديث عن التوقيت سيد زياد، هناك من يقول بأن زمن تقديم المبادرات قد ولى اليوم مع المعارك العسكرية الحاصلة في طرابلس وربما قرب انتهاء هذه المعارك، ربما يعني ما عاد ممكنا اقتراح أي مبادرات أو حتى تنفيذ أي مبادرات حتى وإن كانت مقبولة. فهل تتفق في هذه المسألة؟ نعم أتفق تماما. لو كان البعد فقط هو بعد ليبي محلي حتى لو بعد إقليمي، أعتقد هناك انسداد كامل وأن الحرب يجب أن تحسم طرف منتصر وطرف مهزوم، ولكن المقلق دائما هو البعد الدولي. ماذا عن وضع سبق أستاذ نبيل قبل اجتماعنا في القاهرة ذكرت لك نفس النقطة، ماذا عن لو المجتمع الدولي والدول دائمة العنفية ذهبت في فرض قرار بوقف إطلاق النار من طرف واحد؟ نعم. إذن يجب على السياسيين وعلى مجلس النواب أن يكون جاهز وأن يتعاطى في وفق مهمته ووظيفته الأساسية في هذا الجانب السياسي. يجب أن يكون دائما جاهز ويتدارس كل الخيارات ويتعاطى مع كل المبادرات. نعم. ربما أيضا مسألة يعني نحن رأينا تقريبا جميع الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي داخليا قدمت مبادرات، مجلس النواب من خلال اجتماعاته 1 و2 في القاهرة ونيته الاجتماع في غات قدم مبادرة، القيادة العامة للقوات المسلحة قدمت مبادرة، فايز السراج قدم مبادرة، ربما لم يبقى إلا مجلس الدولة، ولكن المستغرب أن يقدمها المشري بشكل فردي من دون أن تعلن باسم مجلس الدولة الاستشاري مجتمعا. نعم ما معنى ذلك؟ نعم أنا بصراحة أكون أكثر واقعية. مبادرة مجلس الرئاسي أو سيد رئيس مجلس الرئاسي هي مبادرة طرف واحد، مبادرة أنا باقي ومستمر، يعني أنا أعتبرها ليست مبادرة، نوع من التصعيد. أيضا مبادرة مجلس النواب إذا صح وصفها بالمبادرة هي وجه الذهاب
جلسة أحادية وحكومة من طرف واحد، أيضا هو مبادرة من طرف واحد وتصعيد جاء على خلفية ما حدث في الشهور الأخيرة أو الشهر الأخير. وأعتقد أن هي فيها نوع من اللاواقعية، لأنها تنفصل عن الواقع وعن الثوابت، حتى ثوابت برلين. الآن اجتماع برلين الأخير 10/5/5 تم الاتفاق على 4 نقاط، يعني 4 ثوابت. كانت هذه ثوابت إجماع عليها من 10 دول، ولكن كل دولة ربما لديها تفصيل فيها. الثوابت هذه من ضمنها مرجعية الاتفاق السياسي، يعني هناك قرار من مجلس التحكم السابع. لذلك أعتقد أن مبادرة المجلس السياسي أو رئيس المجلس السياسي ومبادرة مجلس النواب الأخيرة كانت أكثر نوع فيها نوع من التصعيد، وليست مبادرة بالمعنى الجدي كمبادرة حلفية. لكن في سباق المبادرات هذا، نحن الآن أمام 4 مبادرات، أي المبادرات الأقرب للواقع برأيك؟ لا توجد أي مبادرة. ممكن المبادرة الوحيدة تاع رئيس مجلس الدولة صحيحة من ناحية العنوان، يعني مرجعية تخصيص العلم الدستوري، المسارات 5 وطرح رؤيته فيها، ولكن يعني الرؤية هذه اعتبرها دون المستوى، ليس إلى درجة واقعية. إذا كانت جدية فهي ليست واقعية، ولكن قد تكون هدف منها هو التفاوض، يعني نعم، إعلان فتح الباب للتفاوض. لكن هل أنتم مستعدون فعلا للتفاوض مع خالد المشري بعد كل الإخفاقات، بعد كل الاختراقات اللي حصلت في مفاوضات مجلس النواب مع مجلس الدولة تحت إطار الاتفاق السياسي فيما سبق؟ هل ما يزال ممكنا فعلا أن تتفقوا مع تلك المجموعة السياسية؟ لا، شوف إذا كان مجتمع دولي وصل في مرحلة ما إلى قرار في إصدار قرار بوقت إطلاق النار، أعتقد أن من يتشدد ويرفض الحلول والمبادرات وفق المتاح أعتقد أنه سيقصي نفسه. لا، بغض النظر عن إذا ما أجبركم المجتمع الدولي على التفاوض أم لا، أنا أسألكم هل أنتم لديكم رغبة في التفاوض مع مجلس الدولة أم لا؟ لا بصراحة، شوف، خلينا نقول أنا بدأت لك بشكل صريح، إذا استثنينا البعد الدولي الذي قد يفرض علينا أشياء، أعتقد أن هناك انسداد كامل بالأفق السياسي، وأن الحرب ستأخذ مداها طويلة، يعني طول الحرب تماما، يعني ما فيش أي أفق سياسي. شكرا. لكن يجب من أخذ الاحتياط والتعامل مع الواقع والمطلوب. نعم. شكرا جزيلا سياد دغيم، عضو مجلس النواب. أشكر السيد الهادي الصغير، ربما إن كان السيد الهادي معنا ربما لديه تعقيب ما على ما تفضل به السيد زياد دغيم حتى نختم النقاش. سيد الهادي، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد الهادي الصغير. عموما أشكره جزيلا، عضو مجلس النواب، وأشكر عضو الهيئة التأسيسية نادية عمران. نأخذ فاصلا قصيرا ومن ثم نكمل الحلقة فيما يتعلق بآخر تطورات أزمة المعلمين والتعليم في ليبيا، وإلى أي درجة قرارات وزارة التعليم في حكومة الوفاق صبت الزيت على النار أو أزمت الأزمة أكثر بدلا من أن تحتويها أو تنقصها. نتابع بعد الفاصلة. أهلا بكم من جديد متابعينا الأعزاء في برنامج أكثر. ما تزال أزمة إضراب واعتصام المعلمين في ليبيا مستمرة وتسير إلى المزيد من التعقيد، وذلك في ظل عدم اتخاذ أي إجراءات من قبل السلطات الليبية لإنهاء هذه الأزمة جذريا، ومما زاد الطين بلة مجموعة قرارات صدرت في وقت قياسي من قبل وزير التعليم في حكومة الوفاق عثمان عبد الجليل، والتي أثارت غضب المعلمين وإصرارهم على الإضراب أكثر
بل والمطالبة بحقوقهم المادية من خلال تفعيل القانون رقم 4 الصادر عن مجلس النواب قبل عام، والقاضي بزيادة رواتب المعلمين وتحسين ظروفهم المعيشية المتدهورة. صدرت في هذين اليومين مجموعة بيانات احتجاجية من قبل عدد من نقابات وتنسيقيات المعلمين. نبدأ بالبيان الذي أتانا من معلمي بلدية صبرات، ومن ثم نعرض بعده تقريرا يحكي عن القصة بشكل عام، ومن بعد ذلك سوف نقوم بعرض مجموعة من البيانات خلال سير هذه الحلقة. نتابع بيان معلمي صبرات. بيان المعلمين والعاملين بقطاع التعليم ببلدية صبرات في الوقت الذي ننتظر فيه خروج وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني ليعلن بأن مطالب المعلمين والعاملين بقطاع التعليم حق مشروع ومقدس يجب أن ينفذ، خرج ولم يحترم ويقدر العاملين بهذا القطاع الذي هو أساس تكوين المجتمعات في جميع أنحاء العالم، حيث وصف المعتصمين مع ما وصفهم في السابق بأنهم لا يريدون الإصلاح للبلاد وإنهم دعاة للفوضى، واتهم المعلم الليبي بعدم الجودة في الأداء مقارنة بالمعلمين في البلدان الأخرى، وهدد الوزير المعلمين والمعلمات بتقديم شكوى ضدهم للنائب العام لأن المعلمين والمعلمات طالبوا بحقهم وتطالهم الألسن وكأنهم مجرمون، والمجرمون الحقيقيون يجولون في الشوارع أمام الجميع. إن من يستحقون وقفات التبجيل والاحترام توضع أمامهم العقبات والعراقيل، واستصدار القرارات الجائرة كان آخرها القرار رقم 1114 لسنة 2019 بشأن إعفاء عدد من مراقبي التعليم بالبلديات من مهامهم واستبدالهم بآخرين. عليه نطالب وبشدة تنفيذ ما جاء في كل البيانات السابقة من مطالب مشروعة، وهي 1- إقالة وزير التعليم لعدم أهليته مع فصل وزارة التعليم العام عن التعليم العالي. 2- تفعيل القانون رقم 4 لسنة 2018 الصادر عن البرلمان الليبي والقاضي بزيادة مرتبات المعلمين والعاملين بقطاع التعليم. 3- التأمين الصحي للعاملين بقطاع التعليم. 4- استحداث المجلس الأعلى للتخطيط وتطوير التعليم. 5- تحقيق العدالة الاجتماعية بتطبيق جدول المرتبات الموحد. 6- إلغاء القرار رقم 1114 لسنة 2019 القاضي بإعفاء عدد من مراقبي التعليم بالبلديات. في الختام نؤكد لوزير التعليم بأننا أحرار لا عبيد عندك، نحن نطالب بحقوقنا المشروعة، ومن لا يستطيع أن يعمل بإخلاص فليرحل باحترام، ونقول للذين يقولون هذه دعوة للفوضى، نقول لهم لابد من الوصول إلى القاع حتى تبدأ محاولة الصعود وتزيح الحواجز لترى النور في نهاية النفق، وإن لم تنفذ مطالبنا فالإضراب مستمر لما يعانيه المعلم من احتقار ومهانة وظلم. العاملون بقطاع التعليم ببلدية صبرات الأحد 27/10/2019 ميلادي. الله أكبر. ارحل يا وزير العدل. أمام مقر المجلس الرئاسي ومقر وزارة تعليم الوفاق هتف المتظاهرون وهم معلمون غاضبون من قرارات وموقف وزير تعليم الوفاق عثمان عبد الجليل المتعلقة بقطاع التعليم، وفي مقدمتها مطالبهم بزيادة مرتباتهم، وآخرها ما صدر من قرار تم بموجبه إيقاف أكثر من 150 ألف معلم بزعم عدم وجود أي بيانات رسمية لهم لدى مكاتب التعليم ودواوينها. يأتي قرار وزير تعليم الوفاق عثمان عبد الجليل الذي نص على إيقاف مرتبات هذا العدد الكبير من المعلمين جلهم من المنطقة الغربية بالتزامن مع تصاعد الخلاف بينه وبين المعلمين الذين أعلنوا إضرابا عاما هذا العام
حتى تتحقق مطالبهم بزيادة أجورهم. ما زاد الطين بلة وزاد من هوة الخلاف إصدار عبد الجليل سلسلة قرارات إدارية أبرزها قرار إيقاف أكثر من 800 موظف بالوزارة وإحالتهم للتحقيق الإداري بسبب إضرابهم عن العمل. قرارات لاقت احتجاجات ومعارضة غاضبة من الموظفين في قطاع التعليم، خاصة من وردت أسماؤهم في القائمة المدرجة في القرار الأخير، في حين وردت عدد من الأسماء إما أصحابها متوفون أو أنهم يعملون في القطاع منذ أكثر من 3 عقود، وهو ما يضع علامات استفهام حول توقيت القرار وعلاقته بمطالب المعلمين، بغض النظر عن وجود إشكاليات حقيقية في القطاع تستدعي الرفع من كفاءة بعض المعلمين، بالإضافة إلى إشكاليات أخرى تتعلق بالملاك الوظيفي. ويرى الكثيرون أن النهج الذي اتبعه وزير تعليم الوفاق مع مطالب المعلمين غير مبرر، لتزامنه مع مطالبات كثير من مراقبات التعليم بإقالته. نتابع أكثر هذا الموضوع مع رئيس تنسيقية معلمي صبراتة السيد سالم بوشويشة. سيد سالم، أهلا بك في برنامج أكثر. سيد سالم من صبراتة، سيد سالم بوشويشة رئيس تنسيقية معلمي صبراتة، تسمعنا؟ نحن بكل تأكيد ريثما يتم تجهيز السيد سالم بوشويشة والدخول معنا في الهواء، إن كان ما يزال موجود عبر الخط الهاتفي، أشير إلى أن يعني نحن تابعنا البيان الاحتجاجي الصادر عن تنسيقية المعلمين ونقابة المعلمين في بلدية صبرات، احتجاجا على قرارات وزارة التعليم في حكومة الوفاق، خصوصا القرارات الأخيرة واللي اعتبروها قرارات جائرة وطالبوا بناء عليها إقالة وزير التعليم عثمان عبد الجليل، وإلا فإنهم مستمرون في الإضراب، فضلا عن هذه الشعارات التي نراها في الصورة: لا دراسة قبل تنفيذ القانون رقم 4 الصادر عن مجلس النواب والقاضي بزيادة رواتب المعلمين والموظفين في قطاع التعليم ومسائل أخرى. أرحب بالسيد سالم بوشويشة رئيس تنسيقية معلمي صبراتة. سيد سالم، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا سيد سالم. يعني كيف تحولت الأزمة من المطالبة بتفعيل القانون رقم 4 الصادر عن مجلس النواب عام 2018 إلى المطالبة بإقالة وزراء التعليم، سواء وزير التعليم في حكومة الوفاق عثمان عبد الجليل أو وزير التعليم في الحكومة المؤقتة بومريز؟ كيف تحول الأمر إلى ما يشبه الخلاف أو العداء بينكم وبين وزارات التعليم، رغم أن تعطيل تنفيذ القانون رقم 4 يعني له خلفيات مالية متعلقة بوزارات المالية وبإدارات مصرف ليبيا المركزي، بعيدة كل البعد عن وزارات التعليم؟ أو إحنا بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم تصحيح لو سمحت، محمود محمد أبو شويشة وليس سالم محمود محمد، محمود أبو شويشة. نعم. عضو تنسيقية اعتصام معلمين صبراتة، تحية شكر لقناتكم المحترمة وإلى الأستاذ نبيل والفريق المصاحب تاخو وإلى كل رجال الإعلام في قناتكم الموقرة على تغطيته لهذا الحدث. أولا قبل ما ندخل في الحديث على سؤالك، نعطيك مبررات لماذا طلبنا بإقالة الوزير، طبعا فحوى السؤال يا أستاذ نبيل.
نعم، كنت أسأل كيف تحولت المطالب من تفعيل القانون رقم 4 الصادر عن مجلس النواب قبل عام إلى المطالبة بإقالة وزراء التعليم سواء في حكومة الوفاق أو في الحكومة المؤقتة حسب هذه الشعارات وحسب الاحتجاجات؟ نحن رأينا مجموعة من المعلمين في شرق البلاد يطالبون بإقالة بومريز، واليوم أنتم تطالبون بإقالة عثمان عبد الجليل. كيف تحول الأمر إلى ما يشبه الخلاف والعداء بينكم وبين وزارة التعليم، رغم أن يعني تعطيل تنفيذ القانون رقم 4 له خلفيات مالية، يعني إن كان في عطلة وإن كان في مشكلة فهي عند وزارات المالية، عند مصرف ليبيا المركزي، ليس عند وزارة التعليم سواء هنا أو هناك. طبعا إقالة الوزير لم تكن وليدة اللحظة، هي من ضمن مطالبنا، احنا من ضمن مطالب المعلمين جاءت إقالة الوزير وفصل التعليم العالي عن التعليم العام، ولكن مبرراتنا احنا للمطالبة بفصل الوزير هناك مبررات جعلتنا نتمسك بهذا المبرر، لان سبب رئيسي في 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 تعثر العملية التعليمية وفي المستقبل في الإطاحة بالعملية التعليمية في بلدنا ليبيا الحبيبة. هناك مبررات جعلتنا نطالب بفصله وفورا. أمس لما كنا أمام المجلس الرئاسي أول مطلب طلبنا به هو فصل الوزير، لأن سيادة الوزير يبي يوصلنا إلى مرحلة التجهيل، إلى مرحلة خطيرة جدا. ونعطيك أنا الآن بعض النقاط اللي تعطي للمعلم الليبي المبرر انه هو يطلب او يطالب في فصل الوزير. اول هذه المبررات، اعلن امام العالم بان هناك 245 الف موظف غير موجودين لا في الملاك الوظيفي ولا في القوى الفعليه للمعلمين او للوزاره. اين المنظومه الإدارية داخل وزارة التعليم؟ كيف هناك 245 ألف معلم لم تكون الوزارة تعلم بهم؟ أين مرتباتهم؟ من يتقرب في مرتبات هؤلاء؟ نأخذها من تاريخ مباشرة السيد الوزير العمل داخل هذه الوزارة. عندنا منظومة الاحتياط العام، عندنا شؤون إدارية ومالية داخل وزارتنا، عندنا هيكلية إدارية يجب أن تكون هي الاساس اللي تعرف حقيقه هذا الرقم. تتجاهل حقيقه هذه ارقام وهميه مرتباتها منذ سنوات الملك الوظيفي من سنه 2006 2007 ومستمر وتوالت عليه ادارات معقوله من ذلك التاريخ الى هذا التاريخ. الوزاره لا تعلم بان 245 الف معلم او موظف يتقاضون مرتبات وهم خارج قطاع التعليم. هذا طبعا انا ارجح ان هناك اجنده داخل الوزاره مستغله هذا الرقم ومستفيده منه. نقطه ثانيه، اضافه 20 درجه للطالب او 25 درجه للطالب وفق القرار 1113، معقوله 25 درجه يضيفهم لطالب الشهاده الاعداديه باش ينجح؟ ما نجح بدون امتحان. علاش نديروا احنا في الامتحانات؟ هذه واحدة من الكوارث اللي يجب أن نطالب بإزالة الوزير، مش إقالة، إزالة الوزير من الوزارة. إلغاء الواجبات للطالب الليبي، الطالبات الواجبات البيتية اللي بتربط الطالب بين البيت والمدرسة، المعلم أعطى حصة أعطى واجبات بيتي، ألغى الواجبات البيتية للطالب. ألغى مادة الحاسوب، يا أخي مادة الحاسوب لغة العصر كانت من الصف الخامس عند الصف الخامس. نعم سيد محمود، اعتقد عام 2015 كانوا الاستاذه ما يدرسوا ماده الحاسوب اللي هي لغه العصر. نعم. الغى الامتحانات من الصف الرابع الى الخامس، وهذه واحده من الكبرى. طالب يطلع من الصف الرابع الى الصف الخامس ومن الخامس الى الصف الثالث من الصف الابتدائي الى الصف الخامس بدون امتحان، تقييم سنوي. طالب الصف الرابع اصبح في مرحله يجب ان يعرف على الاقل شنو معنى كلمه الامتحان، و
يكون مستعد للعام اللي بعث منه. كذلك طلبنا بإقالة الوزير حقيقة، لأن لم تكن هناك أي عملية إصلاح ميزانية الوزارة. ميزانية وزارة التعليم 5,394,000,000 منذ تولي سيادة الوزير لم تنشأ أي مؤسسة تعليمية، لم يقوم بصيانة أي مؤسسة، تفضلوا شكلوا لجان يا سادة في ليبيا يا مجلس الرئاسي ولفوا على مدارسنا، مدارسنا متهالكة لا توجد فيها أي أدوات تصلح حتى فصول في بعض الفصول لا تصلح حتى للدراسة نهائيا. 5,394,000,000 أين تصرف هذه الميزانية؟ كيف تصرف؟ أين ديوان المحاسب يجب أن يتابع هذه القصة؟ حقيقة لا يوجد أي إصلاح في وزارة التعليم، وزارة مهمشة بالرغم من المبلغ الكبير اللي مرصود لهذه الوزارة. حقيقة السيد الوزير أخطأ في حق المعلمين إلى جانب ما وصفهم في السابق، وتكرر كم من مرة يوصف المعلم الليبي بأنه أدنى مستوى تعليمي من المعلمين في البلاد الأخرى. معقولة نصف المعلم الليبي بهذا الوصف؟ وعندي نعطيك مثال، المعلم الليبي الآن ممكن المرتب بتاعه في الشهر يوصل 90 دولار، بينما المعلم القطري 1,030 دولار، المعلم الأمريكي 6,280 دولار، المعلم الإماراتي 2,840 دينار، السعودي 2,510 دولار، وغيره كثير مقارنة بالمعلم الليبي اللي بضع من الدولارات. آخر المهازل حقيقة التي حدثت، ما حدث خلال المدة الماضية، القرار رقم 1127 و1128 القاضي بإيقاف معلم إدارات المدارس ومراقبي التعليم ويتهمنا بالتقصير وان احنا مقصرين واعطين معلومات خاطئه، ويصدر قرار زي مش عارف رقم 2000 مش عارف كم اللي 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 قال هو خارج منظومه التعليم وضمن على المرتب. هل تعني بان عندي انا مدير مدرسه عندي حوالي 6 أو 7 معلمات معاي في الجداول والسنه هذه في 2019 2020 منزلهم في القوة وأعطيهم جداول ومنزلهم هو في الاحتياط في المنظومة اللي موقفهم حولهم للتحقيق الإداري؟ هل تعلم بأن عند مدير مدرسة، أنا أعطيك مثال من داخل خبراته، الأستاذ علي الباشا متقاعد يا أخي عنده حوالي 2 ولا 3 واسمه موجود في القوة هذه. المعلمة من مدرسة اسمها مدرسة رفيق المهدوي، الأبلة سحر الله يرحمها ويغفر لها، سحر محمود في ذمة الله من يوم 15/5/2019 معلمة في مدينة الزاوية مديرة مدرسة في ذمة الله موجودة حتكون من ضمن الناس اللي مخفين لهم رواتبهم. نعم. معلمين أكثر من 30 سنة توقف المرتبات بتاعهم في الملكات. كيف يا أخي ما زال إحنا تبي تربطنا علاقة بهذا الوزير؟ لكن في المقابل سيد محمود، في المقابل هل يعقل، في المقابل هل يعقل أنه لا يوجد أي إنجازات لعثمان عبد الجليل كوزير للتعليم حتى بعد ما كل ما قلته؟ أنا نقول لك إحنا ما لمسناه، ما لمسناه. نعم. المعلمين مرينا بفترة نشرف الخطاط من جيوبنا، وإن وجدت فهي إنجازات لا تذكر، لا تسير بالعملية التعليمية بالصورة الصحيحة. فصول يا أستاذ متهالكة. أنا أتمنى من السيد الوزير هو ولا إذا كان بقاء ولا غير، أنا أتمنى أن يزوروا مدارسنا. والله عندنا مدرسة إحنا في صبراتة في موسم المطر أقسم بالله ما يقفوا إلا على خشبة، بس توصل المعلم والطالب للصبورة. إن وجدت فهي إنجازات لا تذكر. حقيقة إحنا لازم تصلح المنظومة التعليمية،
لازم التصريح ما يتمش من من من, من الأسفل، لا لازم يبدا من راس الهرم، من الهرم، من 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 قيادتنا، من وزارتنا، نبدا في 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 اصلاح، لان الوزاره هي المسؤوله على هذه الاخطاء، لان الوزاره الان اتهم المعلمين بانهم غير قادرين، لم يواكبوا المعلمين في العالم الاخر. حطنا دورات، ابدانا في دورات تاهيل. عندك منظومه اسمها جهاز اسمه التفتيش التربوي، مسؤول مسؤوليه تامه على 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 مستوى المعلم وثباته. المعلم اللي هو ضعيف في مستواه ندير له دوره، نهتم به، نوفر له الامكانيات. نحن الان امكانيات نشرف فيها من من مننا من المعلمين. الان استاذ بدايه العام الدراسي مدارس لا يوجد فيها منتجين، يضطر مدير المدرسه ان يجمع من المعلمين ويلتفت لهذا وهذا بس حصل باش ينظف المدرسه بتاعه، والله مبالغ نجمع فيها ونسبها من جيوبنا. لان هناك منظومه سيئه داخل وزاره التعليم، يجب ان تصحح هذه المنظومه. حقيقة اصلاح منظومه التعليم سيد محمود مثل ما تطالبون قد يعني يشمل ايضا محاسبه المعلمين ومراجعه ادائهم الوظيفي، وقد لا تكون نتيجه مرضيه للكثير من المعلمين ان حصل ذلك، فهل انتم يعني قابلين بهذا التحدي او 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 تطالبون بهذا المطلب الى اخر الخط؟ يا استاذ نبيل، نحن في سبيل نجاح منظومتنا التعليمية ومواكبتنا لدول العالم مستعدين للتضحية، ولكن بالطرق الصحيحة، بالأسلوب العلمي. ما نهمشش مدارسي، أنا خطر سكبت نحول لمدير المدرسة، خطر سكبت الوزارة تحول لمراقب التعليم. ما نزم مراقب التعليم، هاو في صدر القرار وقال هناك رقم لا يحضرني الان من المعلمين، يعني مثلا عندنا في صبرات 3950 معلم. صدر القرار الصباح، في المساء يصدر اعتذار. قرارات غير مدروسه، قرارات عشوائيه لم تكن ذات صيغه قانونيه، لان معقول يعني في خلال 1000 في 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 2019 واصل الان لحوالي 1128 1130 قرار. سبحان الله، يعني خدمة القرارات ما عندناش حاجة لا تانية. كثرة العدد ليس بالضرورة أن القرارات متضاربة أو سيئة، ربما كثرة العدد هذا دليل شغل أن في وزارة تشتغل. لا أنا عندي منظومة، عندي جهاز قانوني، عندي جهاز إداري يجب أن نرجع له. هي قرارات تطلعني يوم الجمعة ويوم السبت يوم العطلات، سبحان الله، في اوقات غير نعم. يعني والله كنا بتحاول تعبر لا تستطيع انك الان حقيقه. لن تتراجعوا يعني بشكل عام سيد محمود، لن تتراجعوا نعم. عن اضرابكم، عن مطالبكم، عن الاحتجاج، طبعا مستمرون. كنا عدد ضخم لباس به قدام المجلس الرئاسي، قدمنا مطالبنا عن طريق لجنه مشكله مننا التنسيقيات ونقابات المعلمين، اللي اشكرهم كثير الشكر وجزيل الشكر على المجهود الكبير اللي يبذلوا فيه، حقيقه مجهودات تذكر فتذكر، الى جانب انتفاخ معلمين ليبيا من شرقها الى غربها ومن شمال لجنوبها، فهم فعلا كالجسد الواحد، فعلا وقفوا وقفه صمود، وقفه عز، وقفه مطالبه بحقوقهم. نعم. هؤلاء أصروا على الاستمرار في الاعتصام وفي الإضراب في غلق المدارس إلى أن تتحقق مطالبنا، وطبعا حتى الوعود التي قدمت لنا وعود يعني زي ما تقول تلطيف للجو. مثلا من الوعود التي اللي أعطيت لنا أنه يوم الخميس إن شاء الله يبي يعطينا السيد السراج، هل تم ايقاف اسمه جليل فصل الوزارتين لما طالبوه بالبرنامج
فيما يتعلق بالقانون رقم 4 والتأمين الصحي قال هذا تحت المداولة مع اللجنة الوزارية. يا أخي احنا من 2015 تقريبا واحنا في الاعتصامات وفي الوعود، كفانا وعود، نبوا التطبيق، نبوا التنفيذ، احنا لا وقوف لا رجوع الى ان تتحقق مطالب المعلمين. ضاع العام الدراسي على الطالب، الطالب ضاع عليه العام الدراسي والمعلم ضايع من سنوات. يجب ان تتحقق مطالبنا كامله، ولن نتراجع ولن نقف عند هذا النصب. نحن حقيقة تحية شكر وتقدير للنائب العام ولأخت نرمين اللي قايمين بجهد كبير ونطالبهم بإحالة مطالبنا. هم حسب ما وعدونا إن هم أحالوا مطالبنا للجهات أخرى لمساعدتنا في الحصول على حقوقنا ومطالبنا. شكرا لك سيد محمود بشويشة، عضو تنسيقية اعتصام معلمي صبراتة. معنا عبر الخط الهاتفي الثاني السيد أحمد معتوق نقيب المعلمين في بني وليد، لكن قبل أن نتحدث معه دعونا أعزائي المتابعين نتابع بيان المعلمين في بني وليد اللي أتى بنفس الوتيرة الاحتجاجية ضد قرارات وزير تعليم الوفاق عثمان عبد الجليل، واعتبروا هذه قرارات مخالفة للقانون وطالبوا بإلغائها، وكذلك طالبوا بإقالة عبد الجليل. نتابع. في الوقت الذي كنا نرجو أن تنحاز وزارة التعليم إلى جانب المعلمين وتشكر جهود مراقبي التعليم في البلديات على مجهوداتهم في تسيير أمور الطلبة والمعلمين لبداية العام الدراسي وتوفير كافة المتطلبات التعليمية وتذليل الصعاب وخلق أجواء دراسية جيدة تليق بالطالب والمعلم، إذ يخرج علينا وزير التعليم بقرارات عشوائية بدلا أن تصلح أمر التعليم زادته سوءا وفسادا، تهديد ووعيد للمعلمين ومدراء المدارس، ثم يختمها بإقالة مراقبي التعليم بالبلديات الذين وقفوا إلى جانب المعلمين لتحقيق مطالبهم المشروعة. إن هذه القرارات ننكرها بشدة، وهذا تعدي على حقوق معلمي بلدية بأكملها، ويعتبر تجاوزا في القانون الليبي الذي ينص على حرية التعبير المشروعة. وإن إقالة أو إعفاء مراقب التعليم ببني وليد يعتبر مخالفا للقانون شكلا ومضمونا، إذ أن القانون لا يسمح للوزير أن يتخذ مثل هذا القرار كما ورد في القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادية. لماذا أصبحت مطالب مراقبي التعليم ووقوفهم إلى جانب المعلمين بتحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير التأمين الصحي لهم من الكبائر والممنوعات، وتعتبرونه إجراما ومخالفا للقوانين والقرارات؟ فإذا كان هذا مخالفا للقانون يعاقب مرة بالحبس ومرة بالإقالة، فما عليكم إلا أن تستقيلوا من منصبكم، لأنكم خالفتم قرارات الدولة وقوانين الدولة ودستور الدولة كلها تصب في صالح المعلم، صادرة من مجلسكم الرئاسي بإمكانكم الرجوع إليها. ثم إن هذه القرارات لا تصب في صالح المعلم، بل تضر بأكثر شريحة في المجتمع الليبي وهي المعلمين، وقد تتعدى إلى أمور اجتماعية وسياسية تضر بالوطن، وخاصة نحن في منطقة بني وليد تربطنا روابط اجتماعية حساسة جدا عندما يتعلق الأمر بمسألة خارج المنطقة تتعدى أحد أفرادها الذي يشغل منصبا حساسا ألا هو قطاع التعليم والذي يمثل أكبر شريحة في المنطقة عليه. فإن معلمي بلدية بني وليد يطالبون عميد البلدية باتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة الجهات المختصة بإلغاء هذا القرار وتنفيذ مطالب المعلمين المشروعة والتي سنذكرها لاحقا، وإلا فإننا في اعتصام وإضراب قد يتعدى إلى أمور أخرى لا يحمد عقباها قد تضر بمصلحة الوطن. ونلخص لكم مطالب معلمي بلدية بني وليد: أولا، دخول مدارس بني وليد في اعتصام مفتوح حتى تحقيق المطالب المشروعة وإقفال مراقبة تعليم بني وليد. ثانيا، رفض قرار الوزير بإقالة عدد من مراقبي التعليم بالبلديات ومن بينهم مراقب تعليم بني وليد. ثالثا، التأكيد على استمرار مراقبي التعليم بالقيام بأعمالهم المنوطة لهم بهم. رابعا، التأكيد على تنفيذ مطالب المعلمين المشروعة وتحقيق العدالة الاجتماعية والعيش الهني
والتأمين الصحي لكافة المعلمين، وكذلك كافة المستحقات المالية للمعلمين الذين أشرفوا على الامتحانات العامة. خامسا، فصل التعليم العام عن التعليم العالي. سادسا، صرف مستحقات معلمي سد العجز لعقود 2014 والذين لم يتقاضوا مرتباتهم لمدة 5 سنوات. سابعا، مقاطعة الوزارة وإيقاف التعامل معها بأي شكل من الأشكال حتى إقالة الوزير. والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. معلمي بنوليد، صدفي بنوليد، 27/10/2019. نقيب معلمي بني وليد السيد أحمد معتوق، أهلا بك في برنامج أكثر سيد أحمد. سلام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد أحمد، يعني نلاحظ بأن وزارة التعليم في حكومة الوفاق من جهة تصدر قرارات ذات لهجة تصعيدية وتتخذ يعني جانب يحمل التهديد والوعيد، مرة بالتحقيق ومرة بالإيقاف وإلى وهلم جرى من القرارات المعروفة اللي صدرت مؤخرا، ومن جهة أخرى نراها نفس الوزارة تصدر قرارات أقل حدة بلغة احتواء. فهل تعرفون أنتم ماذا تريد هذه الوزارة بالنظر إلى هذه القرارات المتضاربة أو المختلفة؟ أولا أخي الكريم، تحية مسائية طيبة لك ولكل السادة المشاهدين، تحية طيبة لكل المعلمين في ربوع ليبيا الحبيبة. حقيقة المعلم الآن أخي الكريم يعاني معاناة كبيرة جدا جدا منذ سنوات، وهو يعاني منذ في سنة 2017 وقفة احتجاجية ولم تلبى مطالبه، يعاني في مآسي كثيرة. أنت لو تنظر إلى المعلم أخي الكريم في دولة نفطية لها في دولة أخي الكريم، ألو نسمح في اسمه، نسمع فيك سيد أحمد، انقطع الاتصال معي. لا لا ما انقطعش، نسمع فيك استاذ احمد. في الفلسطينيه كما قلت لك، يعني نحن منذ سنوات نطالب بحقوقنا، و فوجئنا بوزير السيد عثمان عبد الجليل وزير التعليم بحكومه الوفاق بانه يتخذ قرارات عشوائيه ضد المعلم. المعلم اذا لا تتكلم عن حقك ايها المعلم، لا تتكلم عن حقك، اشتغل ولا تتكلم عن حقك. هذه النظرية التي تطلع تخرج بها وزارة التعليم، حقوق ما تتكلمش عليهم، اشتغل فقط، هذه نظرية المعلم. ونحن في بلدية بنوليد وفي جميع وفي كافة أسوة ببلديات ليبيا الحبيبة، نحن معتصمون حتى تحقق مطالبنا. نعم، قبل أن نكمل فقط أطلب من الزملاء تصحيح صفة السيد أحمد، إما أن نكتب نقيب المعلمين في بني وليد أو نقيب معلمي بني وليد، حتى لا يقول أحد من المعلمين اللي درسونا اللغة العربية والنحو في يوم ما أن تعبهم قد ذهب سدى. من الخطأ أن نكتب نقيب المعلمين بني وليد. نعود إلى سيد أحمد معتوق. سيد أحمد، يعني هل أنتم جدون فعلا بإقالة أو بالمطالبة بإقالة عثمان عبد الجليل، أم أن المسألة هي واحدة بواحدة مثل ما هو أعفى أو أوقف عدد من الموظفين في الوزارة، أنتم تطالبون بإقالته لا أكثر؟ احنا يا أستاذي الكريم في البداية كنا نحط المعلمين على اعتصام مفتوح، لا نطالب بإقالة الفقير ولا نطالب بحقوقنا. لكن بعد هذه القرارات العشوائية وخروج 159,800 معلم من بلدية بني وليد، فوجئنا بهذه القرارات الظالمة، يعني بدون دراسة بدون قرارات عشوائية. يعني إذا كان المعلم يطالب بحقه يخرج اليوم قرار وغدوة قرار، نحن الآن نتوقف في قرارات الآن، يعني كل 5 دقائق كل 10 دقائق صفحات التواصل الاجتماعي نجد قرار ضد المعلمين، قرار ضد المعلمين. لماذا لم يخرج وزير التعليم ويقنع المعلمين ويقترن بحقوقهم ويتشكل لجنة من نقابة جميع نقابات البلديات
وتجتمع بالوزير حتى يرضي الى مطالبنا. لماذا؟ لان نحن الشريحه الاساسيه في بناء الدوله. نعم، لكن هل تعتقد بان الوزير يأبه على الاقل بالبيانات الاخيره اللي تطالب باقالته والغاء قراراته الاخيره؟ يعني ولا شك بان الدكتور عثمان عبد الجليل عندما قرر اصدار هذه القرارات ونشرها كان يعرف جيدا ماذا يمكن ان يحصل من احتجاج او رد فعل منكم عليها، ومع هذا اصدرها. الرجل الذي يصدر مثل هذه القرارات وهذه البيانات، هل تتوقع أنه سوف يتوقف أو يتراجع، أم أنه سوف يستمر ويصعد أيضا من جانبه ومن حكم وبحكم منصبه كوزير في وزارة التعليم؟ هذا هو اللي يتوقف كل يوم بأن قرار جديد ضد المعلمين. إلى الآن من بداية الاعتصام لم نسمع أو لم نشاهد في القنوات ان صدر قرار يعني حتى يطمن المعلمين ويخليهم يرجعوا الى مدارسهم. لا، ما فيش رجوع للمدارس اذا ما تحقق مطالبنا، ونحن ما عندناش ثقه الان بعد هالقرارات وهالترهات. معاش عندنا ثقه استاذي كبير. لكن توسيع دائره المطالب، في البدايه كنتم تطالبون بتفعيل قانون صدر بالفعل، اليوم اتسعت المطالب حتى وصلت سقف سقف المطالب ارتفع. سؤالي لك سيد احمد معتوق، يعني رفعكم لسقف المطالب في كل مره، هل هذا في صالح قضيتكم، في صالح الحقوق الاساسيه التي تطالبون بها، أما كان عليكم من الأجدى أنكم تتمسكوا فقط بالمطلب الأول، لأنه ربما بهذا الشكل قد يعني إن كان هناك في صعوبة في تنفيذ مطالبكم في البداية، ربما الآن قد تكون الصعوبة أكبر، ما رأيك؟ لماذا لم يخرج ويقنعنا في ندوات ويتواصل مع نقابات المعلمين؟ أخي الكريم، الآن أنت أستاذي من ضمن ال 1800 معلم الموقوفين في بلدية تنويت طاقم مكتب الامتحانات بشهادة الجميع أن طاقم مكتب الامتحانات يشتغل ليل نهار. نعم نعم، طيب لكن ماذا عن المجلس الرئاسي سيد أحمد؟ يعني في الصورة فقط وزارة التعليم وأنتم، المجلس الرئاسي اللي تتبع لها هذه الوزارة، ما المطلوب منه بالتحديد؟ هناك بعض التطمينات، كما اجتمعت اللجنة المشكلة التي اجتمعت بالسيد رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوفاق، أن هناك حسب ما أشاروا لي زملائي في النقابات الذين حضروا الاجتماع، أن هناك تطمينات، وبيقول أن السيد رئيس الوزراء أعطوني مدة أسبوع وإن شاء الله تكون البادية خير وإن شاء الله كذا، ولكن نحن في مستمرية في الاعتصام إلى أن يصدر قرار رسمي بتحسين وضع المعلمين بكل وسائل الإعلام ورسمي. هناك يتم فتح المدارس. قبل ذلك نحث كل نقاباتنا ونحن كل في متواصلين مع جميع البلديات في بكافة ربوع ليبيا على الاعتصام لتحقق مطالبنا. شكرا جزيلا أحمد معتوق نقيب معلمي بني وليد. معنا الآن من العجيلات نقيب معلمي العجيلات حسين ترفاس، لكن قبل ذلك نتابع بيان المعلمين في العجيلات وإعلانهم مقاطعة وزارة التعليم في حكومة الوفاق إلى أن يتم إقالة الوزير عثمان عبد الجليل. نتابع. وبعد الملتقى الكبير لنقابات وتنسيقيات حقوق المعلمين المنعقد يوم الجمعة الموافق 25/10/2019 بمدينة الزاوية، والذي تم التأكيد على تحول اعتصام المعلمين إلى إضراب عام
في كل مناطق ليبيا شرقها وغربها وجنوبها. فها نحن اليوم في منطقة العجيلات نقرر ما يلي: أولا، مقاطعة وزارة التعليم حتى يتم إقالة الوزير وإلغاء القرارات الكيدية وآخرها قرار إعفاء 20 مراقب من مناصبهم. ثانيا، فصل التعليم العام في وزارة على حدة عن التعليم العالي. ثالثا، تحقيق العدالة الاجتماعية في المرتبات وإخضاع جميع الليبيين إلى قانون واحد. وأخيرا نقول: كنا في اعتصام ودخلنا مرحلة الإضراب، وموعدنا غدا الاثنين الموافق 28/10/2019 أمام المجلس الرئاسي في الوقفة الاحتجاجية العارمة. عاشت ليبيا وحدة واحدة حرة أبية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدر في العجلات الأحد الموافق 27/10/2019. نقيب معلمي العجلات السيد حسين ترفاس، أهلا بك في برنامج أكثر. أولا، لو تضعنا في صورة الأوضاع داخل العجلات من حيث العملية التعليمية، نحن رأينا مجموعة من المعلمين في هذا الاحتجاج، لكن ماذا عن باقي المعلمين؟ ماذا عن المدارس؟ هل جميع المدارس متوقفة؟ لأن هناك حديث بأن في مدارس بشكل عام، لا أتكلم هنا فقط عن العجلات، ولكن هناك حديث بأن ليس كل المعلمين يعني على موقف واحد، أو بمعنى آخر هناك من يطالب فعلا بتفعيل القانون لكن ليس مع إيقاف الدراسة، وهذا ربما ما يفسر حسب البعض هو عدم وجود عدد ليس بالكثير في الحقيقة، على الأقل في بيانكم أنتم في العجلات. فهل فعلا هذا الأمر موجود؟ وهل جميع المدارس مغلقة في العجلات أم لا؟ أولا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييك وأحيي قناة ليبيا روحها الوطن على التغطية المتميزة لكافة الأحداث والقضايا، وتحية لكل المشاهدين الكرام. بخصوص سؤالك أخي الكريم، بالنسبة لمنطقة العجلات، منطقة العجلات تحتوي على 68 مدرسة في التعليم العام، 13 مدرسة تعليم ثانوي، و14 مدرسة للتعليم الحر. كل هذه المدارس أخي نبيل متوقفة الدراسة بها تماما، ليس هنالك مدرسة مفتوحة واستقبلت الطلاب للدراسة. طبعا يعز علينا الحقيقة من أبنائنا الطلاب يبقوا هالمدة، يعني تعتبر مدة يعني لا بأس بها، منقطعين عن الدراسة، ولكن الظروف القاسية التي يعاني منها المعلم، سواء كانت مشاكله مع وزارته وزارة التعليم وهي الهرم الأعلى في العملية التعليمية، أو المطالب المعلمين اللي من 2015 ونحن باستمرار في اجتماعات دورية نطالب بحقوقنا، ولكن أصحاب القرار في الدولة الليبية للأسف الشديد لا يعيروننا أي اهتمام، وليس هنالك من يستمع إلى مطالب المعلمين. وصفتم العملية نعم أكمل لو سمحت. أيوة نعم. فالعملية التعليمية في منطقة العجلات كما ذكرت لك، يعني منطقة العجلات شاسعة وكبيرة جغرافيا وتحتوي على العدد الكبير من المدارس التي ذكرت، والعملية التعليمية متوقفة تماما. طبعا هذا الكلام أو هذا الرأي يعني ما كانش رأي نقابة أو رأي تنسيقية في معظم مناطق ليبيا، ولكن هذا رأي المعلمين بناء على اجتماعات كنا نخوضها مع المعلمين وإدارات المدارس بخصوص مطالبهم، والكل أكد على مطالب المعلمين في الحياة كريمة للمعلمين وأسرهم، وتكون العملية التعليمية عملية متكاملة من كل الجوانب، يحظى فيها الطالب بحقوقه ويحظى فيها المعلم بحقوقه، والمؤسسات التعليمية تكون في أرقى مستوى من التنظيم ومن كل التجهيزات. هل نحن أمام اعتصام أم أمام إضراب؟ لأن هناك اختلاف، هناك من يتحدث عن إضراب وهناك من يتحدث عن اعتصام، وهناك من يقول سوف نحول الاعتصام إلى إضراب. بماذا تصفون رسميا ما تقومون به؟ العملية كانت في البداية عبارة عن اعتصامات، واعتصامات استمرت يعني سنوات، كنا نعتصم ونرجع إلى الدراسة بناء على وعود وبناء على بعض اللقاءات
ولكن هذه المرة أو في هذا العام كانت الاعتصامات قوية وضاربة في كل أنحاء ليبيا، شرقها وغربها وجنوبها. وتلاحظون هذا العام الكم الهائل أو الأعداد الغفيرة من المعلمين اللي طالب بحقوقها في كل مناطق ليبيا، ربما يختلف عن السنوات الماضية. حولنا اعتصامنا إلى إضراب الحقيقة للانتهاكات التي رأيناها من الوزارة والتهكم على المعلمين ووصف المعلمين ببعض الأوصاف اللي غير لائقة من قبل الوزير، تجريح وإهانة وبعض المفردات. أين سمعتم أو أين سجلتم ذلك بالضبط؟ والله في وسائل الإعلام. أعتقد أن ما من وصف المعلمين بالهلاميين ووصف المعلمين بالطابور الخامس وغيرها من الوصف هذه بكلت شخاف، يعني هذه في وسائل الإعلام. يعني لو شفنا شيء احنا يعني خارج المناطق به الوزير في وسائل الإعلام، والجميع يلاحظ، يعني هذا أمر واضح ومعروف. ليس هنالك، يعني الوزير لم يدع جسر للتواصل معه، ليست هنالك نقاط للالتقاء أبدا الحقيقة، يعني لم يترك نقطة واحدة لكي نلتقي ونجلس ونتحاور. ماذا عن وزارة التعليم في الحكومة المؤقتة؟ هل لديكم متابعة واطلاع بخصوص ما تفعله أيضا؟ يعني كيف تقيمون إجراءاتها؟ هي أيضا حظيت باحتجاجات وبرفض وحتى بمطالبة بإقالة الوزير هناك، فبالمقارنة بين الوزارتين كيف تكون النتيجة؟ والله من خلال متابعاتنا لإخواننا وزملائنا المعلمين في هذا القطاع في المنطقة الشرقية، الحقيقة نلاحظ بعض التدمر بنفس المستوى، يعني ربما بيكون بمستوى أقل مما نعاني منه نحن في حكومة الوفاق، ولكن الحقيقة يعني الأداء لم يكن بالمستوى المطلوب. إخواننا أيضا الحقيقة لم يجدوا، يعني يقف معهم في الوزارة، لم يجدوا من يطالب بحقوقهم، يعني لم يجدوا من يدعم قراراتهم أو قرارات حتى القرارات الشرعية. القرار الذي اتخذ في مجلس النواب ليس قرار ولكن هو قانون، الشريحة الوحيدة التي حصلت على قانون بتعديل المرتبات، وتعديل هذا المرتبات يمكن لا يضاهي بعض الشرائح أو الفئات التي تم رفع يعني مرتباتها إلى مستويات عالية، ولكن المعلمون من أجل هذا الوطن قبلوا حتى بهذا القانون قبلوا. ولكن من يفعل هذا القانون؟ من يقوم بالإجراء؟ الجميع تهرب، كل جميع تهرب، وعلى رأسهم الوزارة. يجب أن يكون الوزير في مقدمة المطالبين بحقوق المعلمين. نحن هنا في الغرب وفي حكومة الوفاق كنا نتوقع عندما بدأنا الاعتصام أن يكون الوزير في الصدارة، هو من حقوقنا، نحن نعرف أن الوزير هو جهة تنفيذية مباشرة، ولكن لما نشوف الوزير واقف معنا والوزير يشوف في مشاكلنا ويطالب بحقوقنا من الجهات الأخرى، يعني تكون في الحقيقة فيه ألفة بيننا وبين الوزير، يكون فيه التقاء بيننا وبين الوزير، لكن لما يقف الوزير سد حتى في مطالباتك معناها الشرعية والقانونية والإنسانية حتى من نواحي إنسانية. يا أخي احنا ناخذ الجزئية بس، احنا ما نبوش نتكلم عن نواحي الفنية والتعليم وما أدرك من التعليم والبنى التحتية المتهالكة والكتاب المدرسي الذي يتأخر، الخطاطات اللي يشرفها المعلمين من جيوبهم ومدراء المدارس، حتى مواد التنظيف، يعني معلمين ومدراء المدارس يشرفوا مواد التنظيف من جيوبهم، المعلم الوحيد اللي جابه على المهرجانات يصرف على الجوائز التشجيعية للطلبة، علم إنسان بسيط ويحب الخير حتى للطلبة وللعائلات، ولكن هذه الأجهزة وهذه الحكومات تقف عائق دون تحقيق مطالب المعلمين والبسيطة والمشروع. ما الحل برأيك؟ ماذا تقترحون الآن؟ أولا نحن نطالب وبشدة بإقالة الوزير وفصل التعليم العام عن تعليم العاد، وزارتين في وزارة واحدة أخي نبيل لا يمكن. ما الضرر اللي يعني في هذا المطلب تحديدا سيد حسين؟ يعني أين المشكلة إن كان هناك دمج لوزارتين أو لتعليم العالي والتعليم العام مع بعضهما البعض في وزارة واحدة؟ ما الضرر اللي يلحقكم أنتم في التعليم العام على سبيل المثال من وراء هذا الإجراء؟ أخي لبيل، عندما نرى البنى التحتية المتهالكة وعندما نرى الوسائل التعليمية المفقودة في المدارس، وعندما نرى الصيانات متوقفة، وعندما نرى الكتاب المدرسي غير متواجد، وعندما نرى الخطاط والصبورة أيضا غير متواجدين، إذا أين مخصصات التعليم العام؟
مخصصات التعليم العام بالتأكيد تذهب إلى مكان آخر. إذا كان مخصصات التعليم العام قد يكون تذهب منها أجزاء كبيرة إلى التعليم العالي بدمج الوزارتين، ولهذا نطالب أولا بفصل الوزارتين. لابد من فصل الوزارتين. التعليم العام يحتاج إلى وزارة على حدة، يحتاج إلى وزير يعني متدرج في 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 في, في العمل التعليمي. يعني وزير ممكن يشتغل معلم، يشتغل مدير مدرسة، يشتغل في جانب إداري، يعني يفهم مشاكل التعليم، يفهم خطاياه. يعني هنا في هذه الوقت، في هذا الوقت سيكون الوزير يعني اقرب الى هموم التعليم وهموم المعلم وهموم الطالب، وستحل كل المشاكل. ولكن ان نرى بمثل هذه العبثيه وبمثل هذه الفوضى وبمثل كذا، كل ما نشوف فيه عباره عن شو اعلامي، كل المظاهر اعلاميه فقط، ولكن على ارض الواقع ليست هنالك نتائج الحقيقه. يعني حتى اختصاصات التعليم العام سلبت وسرقت وحولت إلى التعليم العالي. إذن ما مغزى أن تقام الامتحانات الشهادة الثانوية في الجامعات؟ يا أستاذ نبيل، الجامعات حتى في الامتحانات بتاع الشهادة الثانوية القاعات يركبونها في تكييفات. تعال تفضل زور المدارس واشبح الحمامات المتهالكة اللي طلبتنا مش لاقين حتى وين يقضي الحاجة البشرية في أثناء الدوام الرسمي والمعلمين والمعلمات. إذا احنا نطالب بفصل التعليم العام على التعليم العالي حتى يتم الاهتمام بالتعليم العام، وكل مخصصات ويرثات التعليم العام تبقى للتعليم العام. من بين قرارات عثمان عبد الجليل هو تشكيل لجنة ومهمتها أن تجتمع مع نقابات المعلمين والمعلمين ومراقبي التعليم وتستمع إلى مطالبهم وإلى آخره. صدر هذا القرار قبل كم يوم، هل أتتكم أي لجنة بالخصوص؟ هل اجتمع بكم أي أحد بعد ذلك؟ أخي الكريم، ليس يعني لم تكن ذلك بصفة قانونية. كل ما في الأمر أن السيد عثمان عبد الجليل عندما تصاعد الموقف وأصبح حجم الاحتجاجات كبير جدا، هو بنفسه ربما طلب من بعض الأعيان الاجتماع في هذا الجانب الاجتماعي، يعني مشايخ القبائل وكذا، يعني طلب منهم ان هم يحكوا مع المعتصمين ويشوفوا مطالبهم وطلب لقاء معه. هنا في هذا الوقت وصل الامر مع السيد الوزير الى طريق مسدود الحقيقه. يعني كل الامور دفنها. انت تهين المعلم وتجرحه وقرارات كيديه واعفاءات لمرخصين، يعني كل الامور ما في شيء اللي ما دارش، وبعدين تطلب انك انت تعمل معاه. يعني كيف بالله يا استاذ نبيل بيصير في هالبرنامج؟ يعني لابد، يعني اذا كان في خطوات راهي كانت خطوات من البدايه، انت مش من الاول تجرح وتتهكم وتوقف سد منيع وبعدين في اللحظات الاخيره تقول والله تعالوا نبي نقعمز انا وياكم. هذا كلام ما يجيش. احنا اعطينا افعال ما تعطيناش اقوال. احنا كانت مطالبنا خارج نطاق الوزاره، كنا نطالب بالعداله الاجتماعيه، نطالب بفصل الوزارتين، نطالب باستحداث مجلس اعلى لتطوير وتخطيط وتطوير التعليم، كنا نطالب بهذه المطالب للرقي بالعمليه التعليميه وبتحسين وضع المعلم اللي هو في الاساس. يا اخي نبيل، مرتب المعلم الحقيقه مرتب متدني جدا جدا جدا. المرتب عنده اولاد وعنده بنات وعنده اسره، الاسره هذه تبي حياه كريمه، كيف نكفل حياه كريمه في الوقت اللي المعلم ياخذ 700 وغيره من الشرائح 7000 و8000 وغيره 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 وغير. يعني الحقيقه هذا كلام ما يصيرش. احنا طلبنا بعداله اجتماعيه، ما قلناش ارفعوا مراتب المعلمين، ولكن طلبنا بالعداله الاجتماعيه. العداله الاجتماعيه حطنا تحت قانون واحد، اذا كان هذا القانون منصف يكون دقيق، اذا كان هذا القانون هذا قاسي يكون قاسي على الجميع، نعيش في مستوى واحد. عندنا اولاد وعندنا فتيات يدرسوا في الجامعات يدرسوا في كذا، ونظرائهم من الشرائح الاخرى يتمتعوا بمزايا ما شاء الله. مثل ما تعلمون سيد حسين، هناك فائض في الملاك الوظيفي لقطاع التعليم، هناك معلمون ما عندهم جداول. ماذا لو قرر مثلا عثمان عبد الجليل، بما انه صاحب قرارات غير مسبوقه، ماذا لو قرر يعني ان يسير العمليه التعليميه من خلال المعلمين اللي في الفايض في الملاك الوظيفي، وانتم خليكم يقول لكم انتم خليكم في الاضراب بتاعكم، والعمليه التعليميه حتمشي بمعلمين اخرين ربما هم في امس يعني يتمنوا انهم يشتغلوا ويدخلوا ويسكنوا في الملاك الوظيفي مثلكم الان.
والله يا سيد نبيل، نحن لا نستغرب أي شيء من الوزير عثمان عبد الجليل بعد هذه القرارات الكثيرة والعديدة وهذا التخبط في القرارات، لا نستغرب أي شيء يدير الوزير. ولكن أنا أعتقد أن المعلمين قالوا كلمتهم، وأن المعلمين واقفين يد واحدة هذه المرة لتحسين الوضع التعليمي والوضع المعيشي للمعلم في كل ربوع ليبيا. شفنا اليوم الاثنين الماضي يعني عد المعلمين اللي كانوا أمام المجلس الرئاسي، وشفنا معلمين ومعلمات من كل مناطق ليبيا. يعني المعلمة لما تركب 150 كيلومتر وهي جاية من الصبح واقفة قدام المجلس الرئاسي طالب بحقوق، ما هي شيء بس عكس المعلم الرجل. يعني الحقيقة الموقف كان مؤثر والموقف كان صعب جدا. المعلمة يعني واقفة من الصباح حتى لنهاية اليوم وهي قدام المجلس الرئاسي للمطالبة بالحقوق. شكرا لك سيد حسين ترفاس نقيب معلمي العجلات، ورحب بسيد بوعجيل المشري رئيس تنسيقية معلمي صرمان. لكن قبل ذلك نتابع هذا البيان الاحتجاجي الصادر من عدد من المعلمين في صرمان. بيان تنسيقية المعلمين والعاملين بقطاع التعليم صرمان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في الوقت الذي كنا ننتظر فيه انحياز الوزارة بمطالب معلميها تحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن، خرج علينا وزير التعليم المدعو عثمان عبد الجليل يهدد المعلمين ويتوعدهم بالحبس والإحالة إلى النائب العام، متناسيا إننا في دولة الحرية والديمقراطية، وضاربا بعرض الحائط كل القوانين والاتفاقيات الدولية التي تكفل حق الإضراب والاعتصام والتظاهر السلمي ضد الظلم والاضطهاد. وها هو يخرج علينا مجددا بالقرارات التعسفية بقرار إقالة عدد من مراقبي التعليم في البلديات التي أضرب معلموها عن العمل، بمحاولة يائسة وبائسة من الوزير لفك الإضراب وإشعال نار الفتنة داخل المدن. عليه نقارب الآتي. عليه نطالب بالآتي: أولا التأكيد على الإقالة الفورية لوزير التعليم المدعو عثمان عبد الجليل وإحالته إلى التحقيق عند النائب العام. ثانيا فصل وزارة التعليم العالي على التعليم العام. ثالثا مقاطعة الوزارة من هذه اللحظة وإيقاف التعامل معها بأي شكل من الأشكال المذكور أعلاه. رابعا تحميل رئيس المجلس الرئاسي مسؤولية عدم الاستماع لصوت المعلمين والتحاور معهم، الأمر الذي أعطى فرصة للوزير بإصدار القرارات العبثية التي تسبب خلاف داخل المدن. خامسا رفض قرار الوزير بإيقاف بعض المراقبين وتكليف غيرهم، ونؤكد استمرار المراقب في مهام عمله. سادسا التأكيد على مطالبنا السابقة المتمثلة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتنفيذ القانون رقم 4 الصادر من مجلس النواب لسنة 2018 الخاص بزيادة مرتبات المعلمين والتأمين الصحي لهم. سابعا إلغاء مكتب الاحتياط العام بديوان الوزارة. حررنا بتاريخ يوم الأحد الموافق 28/10/2019 بمدينة صربان، والسلام عليكم ورحمة الله. سيد بوعجيلة المشري رئيس تنسيقية معلمي صرمان، نرحب بك في برنامج أكثر. احتجاجات في كل مكان، بيانات من قبل تقريبا كل نقابات المعلمين داخل ليبيا تحمل نفس المطالب نفس الشعارات، هل نحن أمام ثورة معلمين؟ في البداية أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إذاعتكم الموقرة على ما رح الله من متابعة في أفضاع المعلم في نيل بحقوقه. ونحن عندما وحدنا المعلمين على نصف ليبيا كان توحيد باسم المعلم.
هذه الثورة تعتبر من بداية الإعلانات أو بداية البيانات التي صدرت في الماضي. نحن في البداية كنا في إضراب على العمل، ثانيا عندما دخلنا في الإضراب العام، أولا الاعتصام وثانيا إضراب عام، عندما تواصلنا أكثر من مرة وكانت ثلاثة وقفات احتجاجية قدام المجلس الرئاسي، وكان يوم الأحد دائما وقفات احتجاجية جميع مناطق ليبيا في آن واحد في ساعة واحدة. هذا تدل على وحدة المعلم والدفاع على حقوقه، الحقوق الذي كانت يعني يجب تحقيقها للمعلم. المعلم يعاني، المعلم يعاني لأن المعلم لا يتقاضى مرتبة تعدى من 700 إلى 800 دينار. المعلم أعطى الكثير، لا حد يتجمل احتجاج من على المعلم. المعلم هو من أخرج الوزير، هو من أخرج الدكتور. المعلم عندما أراد أن يطلق حقوقه كانت بطريقة علمية، طريقة حضارية، كانت هذه العملية بتنسيق مع جميع مدن ليبيا. يعني يكفي خير دليل عندما توحد المعلم على مستوى ليبيا. المعلم طلب شيء مستحيل. المعلم عندما أراد، وتعتبر إعلان على ثورة المعلمين لراحة بكراسي الفاسي، بدأ بوزارة التعليم. هذه الوزارة تهم قطاع التعليم، لأن قطاع التعليم عندما لاحظنا وسكتنا السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة، وجدنا هذا الوزير يتخبط. نحن الساكت على الحق شيطان أخرس. نحن معلمين يجب علينا نقول كلمة حق في هذا الوزير. لما احنا ناقشناه، لما الشخص هو قلنا له نحن الأخلاقية اللي ماشي بها بالتعليم هذه خطأ، عدة طارات بسبب إقالة هذا الوزير، وجود عدة طارات، ولكن الوقت لا يسمح لي درج هذه النقاط وأكثر من نقطة. يعني خلاص الموضوع تضح الكيل. المعلم دفاع على الطالب، لأن نحن معلمين أكثر نسبة في الدولة الليبية من الأسر، جميع الأسر الليبية موجودة فيها في المدارس. أنا كنت مدير مدرسة وعندي أبنائي ثلاثة الآن معطلين على العام الدراسي. من السبب؟ السبب الوزير. السبب الثاني المجلس الرئاسي. ولكن بعد توصلنا مع المجلس الرئاسي وأبدأ حسن في اللقاء الأخير اللي هو كان يوم الاثنين الماضي، ونحن الآن في تنفيذ الطالب وليس في طالب حقوق المعلم. احنا الآن بكلمة رئيس المجلس الرئاسي سيد السراج، وكان يعني استقبال سيد للنخبة من المعلمين وفي التحاور معه بحضور ديوان المحاسبة، كان كلام طيب. ونحن الآن ننتظر في تنفيذ المطالب. نعم. وليس المطالب يعني الموضوع. لكن هل تتوقعون بأن السراج جاد فعلا في تلبية مطالبكم؟ أنت بنفسك قلت بأنكم كنتم تحتجون علنا قبل فترة طويلة، ومع السراج من دون أدنى شك كان يعلم ما يجري، لماذا لم يفعل شيئا في منذ ذلك الوقت قبل أن نصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من أزمة التعليم؟ بالتالي هل تعتقدون اليوم بأن السراج جاد فعلا فيما قاله لكم؟ والله اللي حدث ان السيد السراج عند اللقاء معه، الراجل قال انا مشيت لك مجلس سياسي حيتم تطبيق او تنفيذ هذه الطلبات، هو رقم واحد هي اقاله الوزير، ورقم اثنين العداله الاجتماعيه، رقم ثلاثه تطبيق القانون، رقم اربعه يعني كانت مصاحبه بالكامل، قال هذه حيتم تنفيذها، حاخرج عليكم ببيان يوم الخميس. نحن كمعلمين وكتنسيقيات على مستوى ليبيا ننتظر في خروج السراج يوم الخميس للإعلان بتنفيذ هذه المطالب. وفي حالة لم يتم تطبيق هذه المطالب، نحن كتنسيقيات حيتم الإعلان على المرحلة الثالثة، وهذه باتفاق مع جميع التنسيقيات على مستوى ليبيا في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب وفي الوسطى. وما هي المرحلة الثالثة؟ وبعد ما نسمع ماذا حيقدم لنا رئيس المجلس الرئاسي يوم الخميس، حيتم الإعلان في المرحلة الثالثة بإذن الله تعالى. طيب. والمعلمين، لكن ماذا يمكن، ماذا في يد المعلمين أكثر من أن يعني يتوقفوا عن العمل أو يضربوا عن العمل؟ هل في شيء آخر يمكن أن تفعلوه أكثر من ذلك مثلا؟ والله نحن كمعلمين بكل طرق علمية وأدبية أعلننا على ثورة المعلمين، ويصفوا الجميع ما معنى المعلم وما معنى ثورة المعلمين. نحن السلاح والقلم والورقة، وحيكون هناك شيء كبير جدا جدا، ونحن من وحدنا المعلم ووحدنا جميع المعلمين على مستوى ليبيا
ما عجزوا فيه السياسيون حققه المعلم، وهذا التاريخ حيث كان جميع الليبيين المعلمين موجودين بتنسيق أحد من الجنوب حتى الشرق حتى الغرب حتى الوسط، ويعرفوا ما معنى هذا الكلام اللي احنا نقوله فيه، ويعرفوا ما معنى المعلم ووجوده في ليبيا. طيب، لكن سيد بوعجيلة، عندما سيد بوعجيلة عندما قررتم من البداية، عندما قررتم عمل اعتصام او اضراب او توقف عن 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 العمل والدراسة، هل كنتم تتوقعون بعد اتخاذ هذه الخطوة انه سوف تنفذ مطالبكم يعني فورا، او يعني هل كنتم تتوقعون ان ياخذ الامر كل هذا الوقت، وهل انتم مستعدون ان يستمر الوقت او تستمر الأزمة لمدة اطول من ذلك؟ نعم، حتستمر الأزمة أطول من ذلك. نحن المعلمين أردنا أن نصحح العملية التعليمية، وإنقاذ جيل كامل. هذا الوزير يخرج علينا بعدة قرارات، هذه القرارات غير ما لهاش أي دراسة حتى تطور العملية التعليمية داخل ليبيا. نحن ليس الهدف الأساسي هو زيادة المرتب، يجب أن نتكلم بكل حقائق. نحن المعلمين خرجنا من أجل التلاميذ، احنا نعاني من مدارس لا يوجد فيها اي مرافق، لا يوجد الطالب ان يجلس حتى على كرسي معين، لا توجد دورات مياه. نحن معلمين اذا كان يريد بدايه العام الدراسي لا يوجد خطاط حتى لشرح الطالب. جميع المرافق التعليميه بنسبه بقول لك يعني يقارب 70 80% مدارس متهالكه. نحن الان لو ضحينا حتى بسنه تامه، حتى لو تاخير الطالب لمده عام، نحن مستعدين. لماذا؟ لحتى يكون طالب ومخرجية. المخرجات إذا أردنا نتكلم، هل يعقل دور أول ثاني ثالث، هل يعقل طالب يعني يرسل في مادة ويطلع على الوزير في بعد ساعات متأخر من الليل؟ لكن اسمح لي سيد بوعجيلة، أنا حسب ما نراه من لافتات وشعارات في الاحتجاجات، يعني تتكلم عن حقوقكم أنتم فقط، تتكلم عن تفعيل القانون المتعلق برواتبكم أنتم فقط، يعني لا أرى في أغلب اللافتات أي شيء يتحدث عن العملية التعليمية التي تتحدث عنها أو المشاكل اللي في العملية التعليمية. كل ما رفع الآن من لافتات ومن شعارات يتحدث عنكم أنتم فقط، عن زيادتكم، عن رواتبكم، عن حقوقكم أنتم. لا أرى أي مسائل أخرى. معلش، الحقوق كانت المطلب الثالث والرابع. احنا لما ترجع لجميع البيانات الموحده على مستوى الدوله الليبيه، اول مطلب هو اقاله الوزير. ما اسباب اقاله الوزير؟ احنا عددناها في اكثر من بيان. نعم. يعني ليه لو خليت هذا واضح. انت تتكلم ان العمليه التعليميه بها مشاكل كثيره، وان لديكم مطالب متعلقه بتحسين العمليه التعليميه والى اخره، لكن اقول لك حسب ما نراه الان في الاحتجاجات وفيما يرفعه المعلمون من لافتات ومن شعارات، تتحدث فقط عنهم عن أنفسهم، عن المعلمين، عن حقوقهم، عن رواتبهم، عن مطالبهم هم. يعني لا أرى شيئا آخر، لا أرى لافتة مثلا تتكلم عن حقوق عن مثلا تحسين العملية التعليمية، عن المدارس اللي من الصفيح، عن لوازم التعليم الغائبة. هذا مش موجود. كل اللافتات تقريبا تتكلم عنكم أنتم فقط. يعني أنت تخبرنا بشيء، لكن واقع اللافتات المرفوعة يقول شيء آخر. هذا فقط ما وددت قوله لك. تفضل أعطينا تعليقا. لو سمحت، أنا قلت عندما يعلن المعلم عن إقالة الوزير، هذا شيء غير عادي في دولة. يعني إسقاط وزير، يعني لماذا تم إسقاط وزير؟ نظرا لواحد اثنين ثلاثة أربعة اللي عددهم، اللي هي عدم وجود مرافق، عدم وجود إمكانيات، عدم وجود وسائل تعليمية، المدارس غير مؤهلة لاستقبال الطلبة. لكن ليش مش موجود في اللافتات؟ لماذا لا نرى ذلك في لافتاتكم، في شعاراتكم اللي تو نشوفوا فيها الآن؟ لما نعمل في لافتات في مطالب حقوق المعلم، اصلاح العمليه التعليميه، لما تقولوا تشتري بير يفلس قاطعه، يعني شنو يعني هذا؟ ايش يقول اسقاط وزير؟ يعني في نقاط معينه لم يتم تطبيقها في مسدس يفشل العمليه التعليميه. قررتم، قد يقول قائل سيد بوعجيلة انكم اعلنتم قرار المطالبه باقالته او اسقاطه بعد ما اصدر قرارات لوح فيها بإمكانية حصول تحقيق مع كل مضرب عن العمل، وبعد قرار إيقاف مراقبي التعليم، وليس قبلها. عملية إقالة
النقطة الأولى إقالة الوزير لو ترجع لجميع البيانات السابقة. نعم. نحب نوضح لك إقالة الوزير كان فيها عدة نقاط سبب إرادة إقالة، علاش؟ لأن وجود أخطاء في التعليم، يعني حتى قراراتها كانت غير منسقة، يعني لم يلغي مجلس الحاسوب من الصف يعني إلى عند التاسع، هذا الشيء جريمة بحق الطالب. لما يأتي 25 درجة للطالب راشد هذه جريمة، لما يأتي يقول يعني الطالب من الصف الأول إلى الصف السادس ينجح بدون أي امتحان هذه جريمة أخرى، يعني عدة جرائم ارتكبها لقرارته اللي هي بدون أي دراية، مما احنا خلانا نخرج ونصمد ونبقى من أجل الطالب ومن أجل حقوق المعلم يا أستاذ. احنا طلبنا بحقوق المعلم وطلبنا بإقالته، هذه النقطة الأولى. لماذا؟ لأن عنده أخطاء في العملية التعليمية وإصدار قراراته بدون منهجية، هذا السبب الرئيسي. احنا ما طلبنا بحقوق المعلم فقط، حتى لما جلسنا مع السيد وجلسوا مع السيد فلسفة نخبة المعلمين كنا نقطة الأولى الإقالة، النقطة الثانية العدالة الاجتماعية، النقطة الثالثة تنفيذ القرار رقم 4، النقطة الرابعة جاءت المجلس الأعلى للتخطيط للتعليم. احنا لما أردنا فصل التعليم العالي في التعليم العام السيد عثمان عبد الجليل هذا يصرف بجميع المهتم بالتعليم العالي فقط، التعليم العام لا شيء، يعني فترة طويلة من الزمن اليوم السلام هو. إذا ربما من الأولى أن تكون لافتاتكم تترجم مطالبكم يعني مجتمعة، لأن في اللافتات فقط لا نرى إلا يعني جانب واحد من جملة المطالب اللي تطالبون بها. الذبيح. نعم. الذبيح. نعم. نعم. نعم سيد أبو عجيلة. قلت لك نحن معلمين. نعم. نحن معلمين لما كتبنا إقالة الوزير يعني تحت عدة تكفي لافتة واضحة وماذا يريد المعلم، لما نلقي الوزير لنا بمعنى نعبر على هي مصلحة الطالب، مصلحة المؤسسة التعليمية، مصلحة الدولة الليبية بصفة عامة. هذا التعبير الشفهي هذا ما قلناش عليه في مشكلة، ولكن أنا أحدثك عن التعبير المكتوب، اللافتات المرفوعة. أنا أرني لافتة واحدة من كل اللافتات اللي عرضناها الآن فيها شيء عن حق الطالب، نقدر ندرو لك نحن نوقف الصورة وورينا، ما فيش. نعم لحقوق المعلم، الاعتصام حتى إقالة الوزير، معلم بلا حقوق يساوي وطن بلا تعليم، لا دراسة قبل تنفيذ القانون رقم 4. يعني لا أرى شيئا متعلق بحقوق الطلبة، بتحسين العملية التعليمية من ناحية توفير ما يلزمها من إمكانيات ومن مقار ومن يعني أساسيات غائبة، وأنتم بنفسكم قلتم بأنكم في بعض المرات تشرف فيها من جيوبكم رغم المرتب الناقص. هذا فقط يعني ما تحدثت عنه سيد. عموما وضحت المسألة واضحة، انت انا اعطيتك الملاحظة وانت اعطيتنا الجواب باستفاضة، ما فيش داعي نحن نعودوها اكثر من ذلك سيد بعجيلة، حتى لا يفهم من وراء النقطة المثارة ان في شيء اكثر من مجرد طرحها. بارك الله فيك. نحن معلم والمعلم دائما يعني وضحت لك النقطة الأولى تكفي وتترجم كل ما طلب المعلمين من ناحية العملية التعليمية وما يحدث في العملية التعليمية. أنا ما نقول لك وكيل وزير خلاص تكفي رجع نكتب لافتة نبي كرسي أو نبي أدوات مدرسية، يعني أنت أدرى وإحنا كمعلمين نعرف معنى ما نكتب يعني وما نطلع. لكن كتأمين صحي يجب أن ترفع في لافتات، بس هذا اللي يعني به باسم المعلم. نعم أشكرك جزيلا سيد أبو عجيلة المشري رئيس تنسيقية معلمين سرمان. لا أعلم إن كان معنا سيد مفتاح سالم جبارة رئيس تنسيقية معلمين جميل. طيب على أي حال نحن وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة من البرنامج، من الواضح بأن بأزمة التعليم ما تزال مستمرة، مثل الكرة اللي تتدحرج، كرة الثلج اللي تكبر أكثر وأكثر. مجموعة من القرارات من وزارة التعليم في حكومة الوفاق بغض النظر عن مدى قانونيتها من عدمه وهل كيدية أو لا مثل ما قال عدد من المحتجين، ولكن من الواضح بأنها زادت المشكلة ولم تحتويها. من المفترض أن وزارة التعليم
يعني تنتهج نهجا آخر لا يسبب تأزيم لأزمة قائمة بالفعل. وحسب كلام عدد من المتحدثين معنا، رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج قد وعدهم بأنه سوف يكون له أما مؤتمر صحفي أو بيان صادر منه يوم الخميس المقبل، وحسب ما قالوه لنا بأنه سوف يذكر فيه يعني تنفيذ ما طالبوا به، حتى مسألة إقالة وزير التعليم سوف إن غدا لنظره قريب يقال، والخميس مش بعيد عنا، يعني سوف نتابع ماذا سوف يجري، ماذا يمكن أن يحصل من قبل المجلس الرئاسي، ماذا يمكن أن يحصل من قبل وزارة التعليم في حكومة الوفاق. وعلى الجانب الآخر من ليبيا سوف نرى إلى أين سوف تصل الأمور من جانب نقابات المعلمين في شرق البلاد، وأيضا من قبل وزارة التعليم في الحكومة المؤقتة ومصرف ليبيا المركزي في شرق البلاد، وأيضا عن مصرف ليبيا المركزي في غرب البلاد. الأمور مثل ما قلنا تأخذ طابع تصعيدي، ولكن النتيجة واحدة، أنه لا دراسة، المدارس متوقفة، هناك رغبة حقيقية فعلا في استئناف العام الدراسي اللي كان واحد من معالم ومظاهر قليلة تعطي انطباع بأن الحياة تدور في ليبيا، رغم كل الفوضى، رغم كل الانقسامات، رغم كل الخلافات ورغم كل الحروب، لكن كانت يعني بداية العام الدراسي ونهاية العام الدراسي شيء مؤشر على أن الحياة مستمرة وأن هناك أمل بتوقف الدراسة وبتوقف أشياء أخرى قد تحصل لا نعلم، ربما هذا سوف يعني يعطل أشياء كثيرة وربما يقتل حتى الأمل في داخلنا في أن يوم غد هو يوم أفضل من يوم أمس. بذا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية الحلقة، أشكركم على المتابعة، دمتم وفي أمان الله.